دمشق سلسلة جديدة نبدأها معكم مع الباحث والإعلامي السوري الأستاذ رفيق لطف. أهلا ومرحبا بك بداية من دمشق، من أرض الياسمين، منبع العطاء والفخر والمجد. طبعا نرحب بك أستاذ رفيق، ولن أبدأ بالحديث عن هنا دمشق قبل السؤال. في لقائنا الأخير كان لدينا ملف المخطوفين، وقمنا بعرض أرقام تتعلق بمن يريد إلقاء سلاحه وتسليم نفسه للسلطات المختصة، وأيضا أرقام كانت تتعلق بأي مخطوف بإمكان المشاهدين مراسلتنا على هذه الأرقام. كيف كان التجاوب بعد حلقتنا؟ يعني تقريبا مضى 15 يوما منذ إعلان، منذ بث تلك الحلقة. نتحدث عن تجاوب مع هذه الأرقام، كيف كان صدى ما قدمناه في تلك الحلقة؟ طبعا أول شيء بحييك وحيي كل الأخوة المشاهدين، ومسي على كل الأخوة اللي عم يسمعونا الآن. وأول شيء طبعا بحب بارك بمولد الإمام علي سلام الله عليه، لأنه هي بتصادف ذكرى ولادته. وأيضا بحب بارك انتصار المقاومة في لبنان في الجنوب. نعم. هذه الذكرى العظيمة على قلب كل مسلم. يعني هو الوقوف عند المقاومة، كون أن المقاومة لها دور كبير وأساسي، وهذا الدور بدأ الآن يعمم على كل الشرفاء في العالم. يعني الآن المقاومة أصبحت مدرسة للجميع. نعم. الجميع ينهل من هذه المقاومة. فأنا بحب وجه لهم تحية، وبحب وجه تحية لسماحة السيد حسن نصر الله بهذه الذكرى، ونقول له إن شاء الله دائما المقاومة في الطليعة، وحسادها اللي عم بيحاولوا كانوا سابقا يسيئولها هم المهزومون. هم رفعوا شعار هيهات منا الذلة، وكانوا على قدر من كلمة هيهات منا الذلة، والشعب السوري أيضا قالها هيهات منا الهزيمة. وإن شاء الله نحن أيضا أهل لهذه الكلمة. محور المقاومة الآن بدأ يتبلور، المعطيات على الأرض لما يجري الآن في العراق، وهذا اللقاء الذي جرى الآن اليوم في العراق مع وزير خارجية العراق، وخطاب سماحة السيد حسن نصر الله الذي جرى في منذ يومين أو البارحة، أعتقد أنه أعطى انطباع واضح للعدو أنه ما كان يخشى منه أصبح واضحا للعيان. الجمهورية الإسلامية في إيران التي قدمت ولا زالت تقدم كل الدعم للشعب السوري، اللي أنا بوجه لهم تحية كبيرة على موقفهم الشريف والنبيل مع الشعب السوري، وأيضا أهلنا في العراق اللي كان موقفهم واضح ودعمهم أيضا للشعب السوري واضح، وإن كان هم تعرضوا لضغوط كثيرة في العراق، ولكن كان واضح أنهم لم ينحنوا أمام هذه الرياح بقدر ما كانت قوية، ولكن بقدر ما هم كانوا أيضا أقوياء، لأنهم يعلمون أن كل ما سيجري سيرتد عليهم فيما بعد. تفضلتي في سؤال بالنسبة إلى موضوع الاتصالات بالنسبة للمخطوفين. للأمانة هلا في كتير ناس عم تتصل، بس أنا طبعا ما فيني رد، وأنا قلت نوهت الحلقة الماضية إنه اللي عم يتصلوا بالنسبة للمخطوفين هي رسائل فقط وليست اتصال. إن شاء الله أنا بقول بتمنى مستقبلا، تعرفي اللي عنده هم وعنده مشكلة بيتمنى يوصل صوته ويفصل أكثر، لكن بحب طمنهم وأكد لهم أنه كل شيء عم بيبعتوه عم بيوصل وعم بيتفرغ وينكتب ونتحرك عليه لحتى نقدر نشوف شو بنقدر نساعد. مو بالضرورة نحن نقدر نحل كل هذه المشكلة، مشكلة المخطوفين أقصد، ولكن على الأقل منساهم بالترويج لها إعلاميا لحتى كل إنسان ممكن يساعد ويساهم بمساعدة هؤلاء المخطوفين، وبنفس الوقت اللي احنا بنقدر عليه بالتنسيق مع الجهات المعنية. نعم. بحيث انه نخفف عن هؤلاء الاهالي. انا بعتذر من البعض اللي ربما ما اقدر رد عليهم، وهن اكيد حيقدروا ظرفي، لانه حتى تليفوني الشخصي كل شهر عم بضطر غيره غصبا عني، لانه ما عاد استفدت منه، يعني 24 ساعة ما بيوقف. فانا بوعدهم انه ان شاء الله مستقبلا رح نحاول نطور الفريق بشكل اكبر. نعم. اللي خاص بهذا العمل، ونصير نسمع منهم بشكل مباشر وناخذ معلومات، لكن البعض منهم بيعرفوا نحن اللي عندنا معلومات ناقصه عم نتصل فيهم وعم ناخذ منهم المعلومات لنستكملها. البعض اللي باعت معلومات كامله وواضحه عم ننزلها مثل ما هي. بالنسبه لملف المسلحين، يعني ما بخفيك انا كنت واحد من الناس تفاجات بالاعداد. هناك اعداد كبيره جدا،
من كل المحافظات، وأنا إن شاء الله يعني ما أقوله هو صدق، الاتصالات كثيرة جدا، الأعداد كبيرة جدا، هناك كثير من حملوا السلاح الآن يريدون أن يعودوا إلى حضن الوطن وإلى جادة الصواب، هناك نيات حقيقية للعودة، هناك الآن من فتح معركة. يعني أنا كنت أسمع من بعض المسلحين ما بيحكوا، أنا بحكي معهم شخصي لا أي جهات، كنت أسمع منهم أنه الآن هم في معركة كبرى مع هي الجماعة المسمات بجبهة النصرة. نعم. أغلبيتهم بيقول لك اليوم اشتبكنا قتلنا منهم 5، قتلنا منهم 7، في حرب شعواء الآن واقعة ما بين جبهة النصرة وما بين من حملوا السلاح. الناس بدأت تعود إلى رشدها، الناس بدأت تفهم وتعي أن هناك مخطط مرتب ضد سوريا، وأن هناك أيادي صهيونية تعبث داخل الوطن. ربما البعض يقول نعيما صح النوم بكير، لكن بالنهاية بنقول بيضلوا هدول أولاد البلد، ونحن لازم نحتضنهم ولازم نساعدهم، لأنه إذا تركنا الأمر على ما هو عليه حنخسر من أبناء هذا الوطن أكثر وأكثر. نحن بهمنا هي الشخصيات اللي مجندة من الخارج وجاءت بدعم خارجي. يعني أنا تفاجأت من أمور، أنا طبعا أعرف تفاصيلها ولكن أنا أعطي المضمون تبعها، أن هناك من يذهب الآن إلى بعض الدول العربية في دول الخليج وتحديدا في السعودية، خاصة الوافدين اللي جايين ليشتغلوا، الناس اللي بتجي لحتى تشتغل بالسعودية، تصوري أنه هدول الشخصيات عم يتم يعرضوا عليهم أموال وبيت وجنسية في مقابل أن يذهبوا ويقاتلوا ويجاهدوا في سوريا. طبعا بياخذون إلى مناطق بعنوان أول شيء يعبؤوهم أنه الجهاد في سوريا له ثواب وأجر عظيم، بعنوان فضل الجهاد في سوريا. الآن صار في كتيبات بفضل الجهاد في سوريا، ويأخذوهم إلى منطقة، في منطقة عرعر، وفي عندك منطقة تانية بجنب عرعر، اللهم صل على النبي، كنت أنا ذاكرها يعني مهم، بجانب عرعر نسيت شو اسمها، أذكرها الآن بعد قليل. عم بيتدربوا في تلك المنطقة، بيجهزوهم وبيدربوهم، بيعلمونا شلون يتعاملوا مع السلاح الخفيف والار بي جي وغيرها لمدة 14 يوم. بعد منها بيزودوهم بالمال وبيعطوهم خرائط خاصة مشان يعرفوا منين بده يروحوا منين بده يتحركوا، وبيجي واحد سمسار، هذا السمسار بياخذهم إما بينطلق فيهم إلى تركيا أو بينطلق منهم فيهم إلى الأردن. يعني المدخل الرئيسي تبع هاي الشخصيات اللي عم تتدرب في تلك المنطقة إما في الأردن وإما تركيا. في تركيا، وعم يدخلوا إلى الأراضي السورية. وللأسف يعني القاسي والداني الآن يعلم أن السعودية ترسل هؤلاء لقتلهم، لأنه بيعرفوا الإمكانيات الموجودة عند الجيش العربي السوري، واللي كلياتنا بنعرف أنه اللي تحقق في هذا الشهر، وأنا أتكلم عن معلومة دقيقة، نعم، من إنجازات، من إنجازات اللي تحقق عسكري في هذا الشهر على أرض الواقع من إنجازات الجيش يعادل كل المدة السابقة من وقت بداية الأزمة لليوم في كفة، وهذا الشهر اللي مضى في كفة أخرى. لذلك هم الآن الحمد لله الوضع على الأرض جدا رائع، طريق دمشق الأردن أصبح مفتوح، طريق دمشق العراق أيضا أصبح مفتوح، وأيضا المناطق اللي كانوا يعتمدوا عليها سواء من درعا ليدخلوا السلاح تم ضربها، وأيضا القصير اللي كانت هي المركز تبعهم لتهريب أيضا السلاح أيضا ضربت. يعني الآن ظهرهم مقسوم، ما عاد في مجال لموضوع السلاح. وأنا اتصلوا فيني 70 واحد من القصير وطلبوا تسليم نفسهم، ويمكن البعض شاهد سلموا نفسهم 70 واحد من القصير بعد حلقتنا، بعد حلقتنا 70 واحد. وفي الآن أعداد كبيرة من دير الزور، من الرقة، من درعا، بعض الأشخاص من ريف دمشق اتصلوا فينا، وأيضا من حلب ومن العديد من المناطق الأخرى كأدلب وغيرها. أنا ما بكون عم بالغ لما بقول لك لما الناس عم تحكي، يعني أنا عم بتفاجأ إنه هذا الشخص كان مسلح. يعني أنا ما بدي أقول لك إني أشعر بالتعاطف، لكن هو واقع لما بيحكي معي، يعني بحس بحزن على هذا الشخص. لما؟ يعني الرجل فاق متأخر وشعر نفسه إنه أنا يا أخي في ورطة، خلصوني بقى تعبت. طيب أنت هلا لحتى شعرت؟ بيقول لك يا أخي والله اللي عم نشوفه هلا شيء مؤسف، القتل والذبح، عم يقتلوا نفس الجماعات اللي معهم. يعني الآن تفتحي سجون هون هنيك
اصبحوا الناس المسجونين عندهم واللي عم يقتلون واللي عم يذبحون هن نفس الناس اللي كانوا حاملين السلاح معهم عم يقاتلوا معهم. لذلك قال لك وصلنا الى مرحله يا اخي ان شاء الله نحن يا اخي غلطنا وبنعترف انه غلطنا، لكن نحن الان نطمع بعطف دولتنا علينا. انا واحد من الناس برجع بقول لهم وبكد لهم الدوله هي كالام، وهي تمد يدها للجميع. انا بتمنى اذا كانت كل انسان صادق فعلا ناوي انه يسلم نفسه، انا بقول له تقدم بكل جراه لا تخشى. ولك ان تسال كل من سلموا انفسهم. الان في وادي برده عم يسلموا حالهم، من الزبدان يسلموا حالهم، من اطراف الزبدان يسلموا حالهم، خلي يسالوا اي انسان كيف تمت المعامله وشلون دخلوا وشلون عادوا الى بيوتهم معززين مكرمين. لا يجوز واحد يزعل من كلمتي كلمه معززين مكرمين. نحن بهمنا الان عوده الوئام الى سوريا، ومحاربه أصل الإرهاب في سوريا اللي هي الجماعات اللي عم تجينا من برا، واللي عم بتعبئ الناس بالفكر التكفيري وتقودهم. أنا بتمنى على الناس اللي أنا بعرف في كتير ناس سقط لهم شهداء وأكيد هم حزينين، مهما قلنا نحن بنفتخر أكيد كلاتنا بنفتخر أنه قلنا شهداء، ولكن يبقى هناك ذكرى لهذه الشخصيات التي استشهدت تبقى في القلوب. أنا بعرف أنه هن عزيزين على كل إنسان. نحن لما قدمنا أي شهيد أكيد ما قدمنا لنأخذ مقابل، نحن قدمنا الشهيد فداء للوطن. فالإنسان اللي بيحب هذا الوطن بده يكون قلبه واسع، بده يكون يتسامح مع الآخرين. أنا ما عم أقول يتسامح على القاتل، أي يعني حتى للبعض يفهم كلامي غلط، نحن نتسامح فيما بيننا. هناك من أخطأ، هذا الذي أخطأ حتى لو وصل إلى مرحلة وحمل السلاح، أنا يجب أن أخذ بيده لأستبدل هذا السلاح بوردة حتى أعيده لحضن الوطن إن شاء الله. ونرجو لكم كل التوفيق فيما يفيد خير هذا الوطن الغالي. أستاذ رفيق، نبدأ بعنوان سلسلتنا اليوم، لماذا هنا دمشق؟ هلا هو كان كل الرهان على دمشق، يعني كل شيء عم بتشوفيه أنت شفتيه بكل المحافظات في كفة، والرهان على دمشق في كفة أخرى. يعني لا تشوفي أنه صح ما قدروا يحققوا شيء في دمشق، ولكن كان هناك عمل جبار بالنسبة لهم لاقتحام مدينة دمشق أو لتحقيق أهدافهم في داخل دمشق، لدرجة أنه حتى إذا بتلاحظي كانوا دائما يمكن أكثر من 18 جمعة سموها باسم دمشق. ليش؟ لأهمية دمشق. دائما ساعة الصفر يقول لك دمشق، ساعة الصفر في دمشق، في يوم كذا، في ساعة كذا، المعركة الكبرى، المعركة الكبرى في دمشق. استعملوا عناوين كثيرة لدمشق، لذلك كان بالنسبة لهم دمشق كون أنها العاصمة ومهد الحضارة كانت بالنسبة لهم الهدف الأكبر. دمشق كانت السد المنيع. أنا بجوز سابقا حكيت عن حمص وحكيت عن درعا وحكيت عن حلب وحكيت عن عدة مناطق، صحيح، ولكن كثير ناس كانت تعتب علي تقول لي يا أخي ليش تارك دمشق؟ أنا كنت واحد من الناس فعلا أصمت ولا أرد على هذا السؤال. صحيح. ليش؟ لأنني أعلم ما يحاك لدمشق، ولكن ثقي أننا كنا في هذه الفترة كنا نعمل بدمشق أكثر مما كانوا يتخيلوا. يعني هن عم بيبثوا السموم ونحن كنا بالمقابل عم نعطي الجرعات والحقن المضادة لهذه السموم حتى لا يقدروا يخترقوا الجسد داخل دمشق. جميل. الحمد لله، ولهذا تأخرنا يعني في بالظهور، يعني بتقديم شيء عن دمشق. تأخرنا فيها لأنه كان في شغل قوي داخل دمشق. كنا شاعرين أنه في ناس عم تيجي من برا وتدخل داخل تتشكل خلايا نائبة داخل دمشق، ولكن كنا كأهالي دمشق، كون أنا ولا أنت من أهالي دمشق وخاصة أهالي دمشق القديمة، كنا حريصين تماما أنه نقدر ننزع هذا الفتيل قبل أن ينفجر، والحمد لله باللحظات أو باللحظة المناسبة نجحوا أهالي دمشق بنزع هذا الفتيل وإعادة الوئام إلى هذه المنطقة. أنا أعتبر كلمة أو تسمية هنا دمشق هي إعلان لانتصار دمشق. لما نحن بنقول هنا دمشق يعني قفوا عند حدكم، هذه دمشق. قلت أستاذ رفيق بينما كانوا يبثون سمومهم كنا يعني نعمل يعني على أرض الواقع. على أي صعيد كنتم تعملون؟ والله شو بدي أقول لك، على كل الأصعدة، يعني كل ما يعاني منه المواطن سواء من المسائل الخدمية، سواء من إشكاليات عنده بحاجة إلى حلها، سواء فيما يخص المسائل الخدمية في المنطقة. بتعرفي نحن الآن
البلد مارة كانت بأزمة، وفي كثير مسائل خدمية الناس كانت تعاني منها، البعض منهم احتياجاتهم كون أنه وظائفهم خسروها، فكانوا بحاجة بطريقة ما إلى أنه يغطوا هذا الأمر. فنحن تعاوننا بين بعضنا كأهالي دمشق وعلى المستوى الشعبي، لأنه كان في حالة من فقدان الثقة ما بين العديد من المناطق في دمشق مع الدولة، وهذه كلمة أقولها بصراحة، كان في حالة فقدان ثقة. هاي الفقدان الثقة جاءت من الإعلام المضلل. الإعلام المضلل عبأ الناس، كبر في عقولها أنه ترى ديروا بالكم الجيش هو العدو. هلأ هني كانوا عم ينتظروا ومثل واحد مو مصدق، بدأوا يبثوا ويحطوا صور لجيشنا العربي السوري ويفبركوا عليه ويجيبوا شخصيات لابسة عسكري وتبين أنه شوف شو عم يضربوا شوف شو عم يساووا، بينما الواقع كان هو العكس تماما. قدروا أنه يزرعوا الخوف في قلوب الكثير من الناس. نحن كان دورنا أنه البداية تبعنا كانت هي نزع هذا الفتيل، إلى أن وصلنا إلى مرحلة الوئام الحقيقي. يعني إحنا بلشنا بملتقى الوئام، كثير ناس كانت تقول أخي ما شفناكم إعلاميا في ذاك الوقت. نحن كنا آخر شيء فكرنا فيه هو الإعلام. ليش؟ لأنه عملنا كان في داخل البيوت، بيت فلان وبيت فلان وبالحارة الفلانية، ويوم بالنقاشات ويوم بالأمرية ويوم بالشاغور ويوم بالأمين، كل مرة كانت في أرن الاجتماعات. لحتى نقدر نوصل هاي الصورة. لما نجحنا الملتقى ولد لحاله، ما نحن ما فكرنا فيه، يعني ما كنا مفكرين ومخططين لنعمل ملتقى. كان في أمور حصلت نتيجة هذه الأمور ولد هذا الملتقى، وهذا الملتقى بعد هاي التجربة، لأنه أنت أحيانا ممكن تأسسي لقاعدة، هاي القاعدة تقولي 1 2 3 إذا بسويا أنا ممكن أصل إلى نتيجة كذا، لكن إحنا كان عندنا تجربة، من خلال التجربة حطينا القواعد وقدرنا أنه الحمد لله الآن بعد ما بدأنا في دمشق القديمة ننتقل فيها إلى خارج دمشق، والآن بدأنا في الريف وبدأنا نعممها إلى باقي الجهات اللي تعمل في المصالحة. وأعتقد أن ملتقى حماة قاسيون اللي الأخوة في جبل قاسيون زارونا والتقوا معنا وبينا لهم التجربة تبعنا، الحمد لله الآن تأسس ملتقى جديد لإخواننا في جبل قاسيون، ابتداء من منطقة ركن الدين ووصولا إلى منطقة الجسر الأبيض أو منطقة شورى. هذا التجمع حصل من حوالي 2 أسبوع وبدأ يعمل، ولكن بآلية أسرع. يعني بتعرفي نحن لما بلشنا طبعا كنا لساتنا عم نحبو، نعم، لكن هن أخذوا زبدة التجربة، وطبعا نحن سنسير معهم حتى أن يصلوا إلى المستوى اللي نحن الحمد لله قدرنا نصل له. وأنا لا أستبعد أنهم الآن قطعوا بداية الشوط، ولكن لديهم أشواط وإن شاء الله سينجحوا فيها. يعني ستعمم هذه التجربة على بقية المناطق في دمشق وأيضا في بقية المحافظات؟ والله يعني أنا أمنيتي، يعني أنا لا أتكلم من فراغ، أنا أتكلم من خلال أمور حصلت على أرض الواقع في دمشق. وأنا تعمدت أني أخذك وننزل سوا إلى دمشق لتشوفي بعينك، لأنه في ناس تكذب، تعرفي تنسيقيات بتحرف وبتزيف وبتكذب وبتلف وبتدور، وفي إعلام بيحاول يكذب ويضلل. فأنا ردت أنه ما تكوني أنت دائما فقط سائلة، أنا ردتك تكوني أنت على أرض الواقع موجودة، لحتى مو بس أنا أنقل حالة، أنت تكوني شاهد عيان عشي اللي أنا راح أحكي. ولهذا طبعا سنتحدث عن أعمال الملتقى، ملتقى الوئام، ماذا فعلتم، من أي فترة تأسس، ولماذا نحن اليوم نتحدث عنه، لماذا يعني لم يتم يعني طرحه إعلاميا بشكل وافي بعد قليل. دخلنا مدينة دمشق، دخلنا حاراتها القديمة، أسواقها، بيوتاتها أيضا، في جولة جلنا على كل المحلات التي تشتهر فيها دمشق، وأجرينا لقاءات عديدة، تابعنا يعني بأم عيننا حالة الوئام التي لم تتأثر حتى، وأنا أتحدث يعني عن تجربة. طبعا لدينا مواد فيلمية ستظهر هذه الحال، لن نكتفي بالحديث عنها فقط، مجموعة من المواد الفيلمية ستقدمها لنا أستاذ رفيق. كنا وإياك في دمشق القديمة، ماذا ستحدثنا بداية، ما الذي سنقدمه في البداية؟ يعني هي الجولة الأولى كانت طبعا كون تعرفي الشاغور لها مكانة كبير، وانت بنت الشاغور يعني. ولما دخلنا الشاغور دغري ما شاء الله عرفوا اسم والدك وعرفوا اسم عائلتك، وانا ابن الشاغور، يعني اثنيناتنا اولاد المنطقه نفسها. الشاغور لها مكانه
يعني لا يستهان بها بالنسبة لموقعها ولوضعها ولماضيها ولماضي أهلها اللي كان لهم دور كبير جدا في الانتصار في زمن الاحتلال الفرنساوي. معروفين أبطال الثورة في أبطال الثورة الحقيقية طبعا. وليست هذه العورة. أبطال الثورة خرجوا من الشاغور، ورجال الشاغور اللي معروفين الأبضايات والزقرتاوية معروفين من ذاك الزمان إلى يومنا هذا. لهلأ بتفوتي على الشاغور تلاقي نكهة الشاغور تختلف عن كل دمشق القديمة. لهلأ بتلاقي العادات القديمة متأصلة فيها. هذا ما بيعني أنه موجودة بباقي المناطق، لا موجودة، ولكن بالشاغور لا زالت كما هي. يعني لا زالوا متمسكين بها بشدة، حتى بالزي وباللباس وبالعادات وبالتقاليد وبأكلاتهم وببيوتهم، هذا كله موجود. أنا حبيت أنه الناس تفوت وتدخل هذه المناطق، دمشق القديمة عموما والشاغور خصوصا، وندخل إلى بيوت أهالي هذه المناطق ليعلموا أنه وين باب الحارة، اللي حاولوا يجروا باب الحارة بالطريقة اللي هن رادوها، لكن هي باب الحارة تمثل دمشق القديمة اللي نحن عايشين اليوم. إن شاء الله اليوم بيشوفوا مين هن رجال باب الحارة. نرجو ذلك. طبعا المادة الفيلمية الأولى تتحدث عن دمشق القديمة بشكل عام، ليست الشاغور فقط، السوق البزورية وهي المناطق اللي معروفة. نتابع معا ونعود للتعليق على هذه المادة. يا ذا السيف لم يغب يا كلام المجد في الكتب، قبلك التاريخ في ظلمة، بعدك الثولة على الشهب. يا مو يا ذا السيف يا ذا السيف لم يغب. شو اسمها هاي الأكلة؟ اسمها تماري وكعك. وين مشهورة هاي الأكلة؟ بالشام، أكلة شامية هاي. أكيد. هي عبارة عن سكر وسمنة وطحين وزبدة. طبعاً أساسيات. بالحق التوابل، دبس، طحينة، سمسم، سكر بودرة، على حسب أنت وطلبك. من زمان أنت بتوقف؟ من زمان إيه. زمان بالشام. أكيد شامي أنا. شاغوري إذا بدك كمان. نعم والنعم منك ومن أهل الشاغور وكل الشام. تحكي لي شوي عن حالة الوئام بالشام، قد ايه الناس عنا هون؟ نحن بلد يعني على الفطرة عايشين، بنحب بعضنا، مو من هلا، من زمان، وقد ما صار وشو ما صار بتضل بلدنا متآخي. يعني هلا بتشوفي بلدان، على فكرة احنا محسودين من كل البلدان على الأمن اللي عنا والأمان والنعم اللي عايشين فيها، وهي الشيء ما حدا بيقدره غير أهل البلد هاي اللي عايشين فيها. نحن منو الله يفرج يبعد هالغيمة عنا وعن أمة محمد أجمعين. هلا قلت لي على الفطرة عايشين، يعني مفطورين على المحبة. أكيد أكيد أكيد. طيب ليش ما وصل التخريب وهالمشاكل اللي صارت للشام؟ ليش ما نجحوا بإيصال الفكرة؟ ولا حيحسن يوصلوا لهون اللي عنا. ما حي أكيد. نحن قلت لك هون بلا متحابين، هون للبلد هاي مستحيل يفوتوا، الشام الله حاميها. يعطيك العافية. عافيك يا أنا وسهلا. عمو كيفك؟ جامد أهلا وسهلا. تحكي لنا شوي عن هالحارات، عن هاي الشام القديمة، كيف الناس بتتعامل؟ شو بدي أحكي لك على الشام؟ الشام ما في أروع من هيك، في أحلى منها. وأهل الشام؟
انا من اهل الشام، احلى من هيك والله ما في. احوينت الشام تروح، تروح او يصير لها شيء. برايك حيصير لها؟ لا باذن واحد احد، الله الله حاميه. الله حاميه، عم اقول لك الله حاميه، ومن بعد الجيش تبعنا الله حاميه الحمد لله، باذن واحد احد، وقائدنا كمان الحمد لله. بدي تحكي لي شوي عن الناس هون وعن احوالها، كيف بتتعامل مع بعضها، قد ايه بتحب بعضها بهالفتره؟ حسيت انه في شيء تغير؟ نوعا ما تغير هلا. هلا في، لانه صار عنا عجق من اول، الاهل واحد كلياتنا بنعرف بعضنا، عائله واحده هون مثل ما بيقولوا، عرفت شلون؟ نحن اجدودنا قبل منا نحن عايشين، اما في عنا هلا غريب الحمد لله قاعدين، والله يعيننا ويعينهم الهي، بدنا نحطهم قدامنا اجباري معنا. مظبوط؟ الله يحميكم والله يخليكم. خلينا اياكم، خلي هالبقى، خلينا ايامي معكم. يعطيك العافية. الله يعافيك، أهلا وسهلا. من زمان تشتغل؟ والله يعني من شي سنة. أنت من الشام؟ إيه. تحكي لنا شوي عن، هلا نحن هون بالشام القديمة، تحكي لنا شوي عن حال الشام هون، كيف شايف الناس؟ الحمد لله إن شاء الله هيك، الله يهدي الأوضاع، الحمد لله تمام يعني. كيف الأمور هون بخير؟ الحمد لله بخير، ما في شي الحمد لله. لا الحمد لله. شو برأيك لوين بدها تروح هالأوضاع بعدين؟ إن شاء الله، والله العلم عند الله. بس ان شاء الله هيك الله يهدي الاوضاع بندعي يعني. طيب الشام معروفه بحب اهلها لبعضهم، بحاله الوئام وهالطيبه الموجوده عندهم، برايك تغير؟ لا طبعا ان شاء الله المحبه حتقوى اكثر، حتقوى اكثر ان شاء الله. ان شاء الله انه هي جيراننا بين بعضنا يعني، شلون نحن بنحب بعضنا كلياتنا هون. لسه ما تغير شيء؟ لا الحمد لله. برأيك ليش ما قدروا يوصل هذا التخريب اللي صار على الشام؟ شو اللي منعه؟ حب بعضنا يعني، قربنا بين بعضنا وحبنا لبعضنا. إن شاء الله يا رب ما بتنمس ولا بيضر. شكرا لك. أهلا وسهلا. يعطيك العافية. شو هاي اللي عم تشتغلوا فيه؟ وين منقش ايد يعني، نفس النقش الشامي القديم. صناعة شامية قديمة؟ طبعا ايه، حتى الهاون قديم. بدي تحكي لي شوي، انت بهذا المحل بالشام القديمة من زمان؟ ايه. تحكي لي شوي عن حالة الوئام اللي بين الناس هون، قد ايه الناس بتحب بعضها، قد ايش في وئام بين بعضهم؟ هون كثير يعني، بتعاملوا العالم هون مع بعضها، حتى انه الجيران يعني مثل اخوات يعني. برأيك ليش ما قدروا يخترقوا الشام؟ يعني ليش ما وصل هذا التخريب للشام؟ يعني الشام الله حاميه، الله يفرج احسن شيء. امين. يعطيك العافيه. الله يعافيك. هون محل زهورات واعشاب. اعشاب طبيعيه. ايه. اي شغله مشهورين فيها اهل الشام؟ ان شاء الله. ايه. من زمان، من سنين يعني. من زمان بتشتغل؟ ايوه. يعني شيء 12 سنه تقريبا. احكي لي شوي عمو عن حالة الشام، الوئام اللي بين أهل الشام. والله كثير مو شوي يعني، في ألفة مع بعضهم. ايه الحمد لله. ايه تمام. تحكي لي طيب برأيك ليش ما قدروا يخترقوا هذا الحال اللي الموجود بالشام، ليش ما وصل هذا التخريب؟ والله الحمد لله من فضل الجيش العربي السوري يعني، ما خلاهم يدخلوا لهون. ايه الحمد لله. والناس بين بعضها ما اثرت، ما كانت سبب في هذا الموضوع؟ والله في يعني مثل ما بيقولوا مخربين من برا كذا، بيجوا بده يفوتوا للبلد لهون، ما قدروا يفوتوا لجوا. فضلهم ان شاء الله. ايه الحمد لله، الحمد لله. الله يوفقكم يا رب. يعطيك العافية. الله يعافيك. الحمد لله. احكي لي شوي عن هالمنطقة. والله هلا هون بالبزورية. من زمان انت بتزور؟ لا والله انا هلا يعني صار لي شيخ رجيم على الزمان. كيف ملاقي؟ والله ما محترم، ما في مثله الحمد لله. انت من الشام؟ ايه. شو بتعرف عن اهل الشام؟ كلهم اهل الخير وبركة. بيحبوا بعض كثير.
برأيك ليش لساته الشام بأمان؟ ليش ما وصل التخريب؟ كان قلب واحد. قلب واحد بس يكونوا الناس قلب واحد ما بيقدر حدا لا ما حدا بيخطر طوق. لا أهل الشام على قلب واحد برأيك؟ إن شاء الله. كيف بيكونوا على قلب واحد؟ كيف بيكونوا متفقين مع بعضه؟ شو بتقول للناس اللي عم بتحاول تعمل فتوح؟ قول الله يهديهم ويصلحوا أحسن شيء. آمين مجانب الله يعافيك يا رب. نحييكم من جديد مشاهدينا الكرام ونشكر كل من كان معنا يعني في هذا اللقاءات التي أجريناها. طبعا الصورة تشرح نفسها بنفسها. أستاذ رفيق ماذا أردت أن توصل؟ يعني ما الرسالة التي أردت أن توصلها من خلال ما تابعناه من خلال نزولنا إلى دمشق وأسواقها وحاراتها وحديثنا مع هؤلاء الناس عن الحال الذي يسود الشام؟ هلا انت دائما لما بتتعرضي لحرب بهذا الحجم خاصه بتعرفي انت سوريا تدخلت فيها كثير دول من نعم. اوروبا ومن امريكا ومن الصهاينه وغيرهم كلهم تدخلوا حرب ضد سوريا، وتبقى هذه الاسواق وتبقى سوريا نعم. موجود ومتوفر فيها كل المواد الغذائيه والحياه الطبيعيه والمحال، وهي الناس اللي طالعة وعم تشتغل بكل أريحية، وهذا الأمان هذا يعني أنه كل هذه المؤامرات انكسرت تمام. على الصخرة السورية. سوريا قوية كانت ولا زالت وستبقى، والذي أراد بها بسوء هو الآن سيدفع الثمن. يعني اللي دربوا واللي جهزوا ناس وأرسلوهم لعنا ثقي إني أمام خيارين، إما بدهم يندفنوا بسوريا تحت أقدام الجيش العربي السوري، وإما أنهم سيرتدوا على الجهات التي أرسلتهم، ما عندهم خيار ثالث. وهذا اللي تعلم الإرهاب وتدرب على الإرهاب وين يروح وبالأساس خلاص صار جزء منه هذا الإرهاب. لما عم يعطوه الحبوب ويعطوه المخدر ويعطوه السلاح ويقول له روح قاتل، وين يروح بالأخير؟ بده يرتد عليهم. فالدول اللي أرسلت راح تدفع الثمن غالي. نحن ما بنتمنى اي دوله يصير فيها اللي صار في سوريا، ولكن هذه اراده الله، وعلى الداهي تدور البوابه. هم الذين ارادوا لهذه الفتنه ان تكون بسوريا، ولكن الحمد لله قوه وصلابه الشعب السوري وحنكه الشعب السوري. يعني يجي واحد يقول لي انا والله ما متوقع هيك من السوريين، انا بقول لك واحد من الناس لا يا سيدي الكريم. انت اللي شفتهم هذول في ناس كانت بايعه عقولها. يعني انت بتعرفي يعني كلياتنا بنحترم عقائدنا بنحترم دياناتنا، في ناس تهيئوا وتدرسوا وتدربوا على انه ماذا يقول هذا العالم بدك تنفذ، ما فيها نقاش، انت مسؤولية عليه. فهو كان يقوم بالاعمال الى ان وصل الى مرحلة ايقن انه هذه الشخصيات مع الاسف لا تستحق اي احترام ولا تمثل له مرجعية دينية. هلا تأخر، ولكن مو كل الناس واعية وفهمانة طبعا. في ناس عقولها بسيطة نعم. ممكن أن يضحك عليها. أنت لاحظي الآن ليش بدمشق ما قدروا، ليش بحلب ما قدروا، ليش بالساحل ما قدروا، ليش بعديد مناطق ما قدروا؟ كانوا يبحثوا وين؟ كانوا يبحثوا عن الجهل، كانوا يبحثوا عن الإرهابيين، كانوا يبحثوا عن تجار المخدرات، كانوا يبحثوا عن الناس اللي عندهم الأرضية والبذور. لذلك الحمد لله سوريا كانت منيعة، وأنت نزلتي وشفتي شلون أنه لحد الآن يمكن نعرف كلياتنا أنه ما تغير علينا شيء من الأسواق، كل شيء متوفر صحيح. يعني حتى لو شيء صعب أنك تلاقيه شوي لكن بتلاقيه بالنهاية متوفر. يعني غلي ما عليه شيء، بس بالنهاية أنا الشيء اللي كنت متعود عليه موجود. مواد الغذائية كلها متوفرة، الألبسة معامل الألبسة شغالة، مواد التجميل موجودة، صناعات موجودة. إذا شو قدروا يساووا بالبلد؟ اللي حاولوا هن على قنوات الفتنة يقولوا 70% راح من سوريا، وين 70% اللي حكوا عنا؟ نعم. وين هي الأكاذيب اللي الآن لا يعلمون في أي جحر يختبئون؟
تلاقيهم عم يفروا من مكان إلى مكان. وهذا تمام طبيعي لكل إنسان متخاذل، وكل إنسان شارك أو كان شريك أمامه خيارين، إما أن يعود إلى رشده ويلحق حاله، وإما أنه سيأتي اليوم الذي لا ينفع فيه الندم. لأنه أنا ما عندي شك أنه الآن التاريخ سجل كل إنسان بما عمل، والتاريخ سيكتب أن هناك خونة كانوا موجودين في سوريا، وكل الأشخاص اللي الآن يعيشون في أوروبا وفي تركيا وفي الأردن ويتكلمون باسم هذه العورة، خذيها مني، راح ينزلوا بالتاريخ الأسود. نعم. تاريخ خلاص سجلهم الآن، هن جماعاتهم عم يسجلون تاريخهم. فلان صار ملياردير، فلان ترك وهرب راح على دولة عاش بسويسرا وأخذ فيلن ومبسوط هنيك، وتركوا الناس اللي جوا، حتى هي الدول اللي كانت عم تدعم. نعم. هن معتقدين هذا الدعم راح يستمر، هذه الإمكانيات اللي عم يمدوا فيها هن قادرين يستمروا فيها. أوكي. هل الجيش سيبقى مكتوف في الأيدي؟ ثقي أنه لولا حكمة السيد الرئيس وتعاطيه مع الأزمة بكل حنكة وهدوء. أنا بسمع أحيانا الناس بقول يا أخي من الأول لو ضربناهم. يا أخي نحن عملنا بالإعلام وشفنا وراقبنا ما يجري في الدول الأخرى. نعم. شلون بدك تقنعني إلي أنا هلأ قاعد هون قدام منك وعم بحكي، شلون بدك تقنعني إلي أنه جيشنا ما ارتكب غلط، جيشنا ما ارتكب مجازر؟ نعم. السيد الرئيس بحكمته تركهم هن يكشفوا نفسهم بنفسهم. وقال من أول يوم، وأنت من هنا بتعرفي من هالكلمة اللي حكاها، قال أمامنا معركة طويلة الأمد، استعدوا ولكن عيشوا حياة طبيعية. ليش؟ ليش عم بيقول عيشوا حياة طبيعية؟ لأنه هو يعلم أن الحرب نفسية. نعم. يعلم أن الحرب إعلامية بامتياز بالدرجة الأولى، ومن ثم حولوها على أرض الواقع. ولكن حتى أرض الواقع كذبوا فيها وقالوا أنه هم محتلين لسوريا، وأنه ليس لدينا يمكن إلا بقعة صغيرة متخبيين فيها، ويلا جاهز الطيارة كلاتنا نهرب. لذلك التصريح اللي من البداية، أنا واحد من الناس لما قرأته أنه المعركة طويلة، فهمت أن هناك مخطط كبير يجهز لسوريا. والحمد لله قدرنا أنه نوصل للعالم على المستوى السياسي وعلى مستوى الفبركات الإعلامية وعلى كافة المستويات، قدرنا نوصل للناس أنه يا جماعة في مؤامرة. الآن لاحظي، انزلي على الأسواق، انزلي لأي مكان، قلي له المنطقة الفلانية، بيقول لك يا أخي خلصونا، أتلون وخلصونا بقى. الناس مليت، صار المواطن هو اللي عم بيرقد. أنا مجرد اسمع واحد عم بيقول يا أخي لو من الأول ضربتون، أنا أفهم بأنه سوريا استطاعت أن توصل ما تريد. وهذه حكمة السيد الرئيس، أنه كان تعامل مع هؤلاء الناس بكل روية لحتى كشف القناع عنهم بالكامل، لأنهم حملوا عنوان السلمية، وهذه كانت أكبر كذبة أنا بعتبرها بكل شيء كذبوا اللي هي السلمية، وتبين فيما بعد أنهم يحملون عنوان آخر، وهو العنوان الذي نراه الآن اللي هو الإرهاب. نعم. أيضا لن نطيل على المشاهدين الكرام، اختتمنا المادة الفيلمية الأولى بدخولنا عبر الباب الحديد كما يقال، باب الحديد. هلأ نحن طبعا كنا متجهين للشاغور لمكانة الشاغور. نعم. وأنا برجع بأكد أنه مكانة الشاغور كبيرة وهي قلب دمشق، واللي ما بيعرف شو هي الشاغور يروح على الشاغور ويعرف مين أهله. طبعا انطلقنا مشيا على الأقدام من الأسواق التي كنا فيها إلى الشاغور. صحيح. وصلنا للمكان، خليني أحكي بكل صراحة، لعند باب الحديد. نعم. اللي هو اسمه الحقيقي الباب الصغير. باب الصغير. نعم. ولكن متعارف عليه أنه باب الحديد. في هذا المكان كانت تتجمع المظاهرات، في هذا المكان تحديدا. نعم. يعني ظلت فترة طويلة كان فيه يصير مظاهرات، كانت تعبأ الناس، كانت تخرج الناس ويجري ما يجري في هذا المكان. فأنا حبيت أني أبدأ من هذا المكان وندخل إلى الشاغور لنبتدئ حكاية دمشق القديم. سنتابع من هذا المكان في المادة الفيلمية الثانية ونعود للتعليق. هذه دمشق وهذه الكأس والراح، إني أحب وبعض الحب ذباح. هاي
يعطيكم العافية سماحة الشيخ. بدنا نحكي شوي عن حادثة ما سمي بالأربعاء الأسود، هاي ليلة الفتنة، شو صار فيها بالضبط؟ بنقول لعبوا عليه طائفيا، وأعظم شيء وأخبث شيء وأضر شيء بين الناس أنه الإنسان يلعب الطائفية. والناس جالسة في بيوتها، الناس قاعدة بيتها، بيدخلوا بعض الناس، طبعا هلا بيذكر لك الاستاذ رفيق مين اللي دخل بهالموضوع، دخلوا بعض الناس على منطقة الشاغور وقالوا يا اهل الشاغور جهزوا حالكم، جايين الشيعة بده يذبحوكم. وبالمثل والعكس صحيح، بيروحوا لعند اخواننا الشيعة وبيقولوا لهم يا اهل الشيعة جايين الشواغرة وابرعات الشواغرة والايمرية والنقاشات جاي يذبحوكم، كل شيء سني جاي يذبح الشيعة. وطبعا اجت باشكال، يعني دخلوا نسوان نساء، وفي اماكن دخلوا رجال وقالوا نفس العبارة. فهون صار في تخبط بالشاغور، تخبط كامل، فما عاد حدا يعرف، ما عاد صفى لا كبير لا صغير، ما عاد صفى الا شغلة واحدة، كل انسان موجود ببيته عنده سلاح بده يطلع يوقف برا. قدرنا نكسب اغلب الشباب ونوعيهم ونصحيهم انه اذا كانت هاي الفتنة اجت من شخص دخل وقال انه بده يصير فيه بين الشيعة وبين السنة وبين كذا، لما لقوا انه الامر هو عبارة عن اشاعة فصحينا الناس طبعا باحاديث نبوية انه لا تكن امعا، يا ايها الآية القرآنية اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. بدنا الكرامة التم موجودة وهلا ان شاء الله موجودة باذن الله، واثنين البلد تم قامة. طب هدول التنتين اذا وجدوا منين بدهم يوجدوا؟ هدول ما بينوجدوا الا بحال واحد، لما بيندمج المعارض البناء مع المؤيد بحيث انه نبني بلد صحيح ومعافى. قالوا لي والله صرنا نحسد هلا، قلت لي الله يكسر حسادنا، لانه اذا الله اكسر حسادنا ينعدوا منا وبيصيروا مثل حكايتنا وبيحافظوا على بيوتهم وبيحافظوا على اهلهم وبيحافظوا على بلدهم، وبنفس الوقت بيحافظوا على 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 على, على, على هالثمره العجيبه الغريبه اللي الله اكرمنا فيها اللي هي ثمره الشام والياسمين الدمشقي. الشاغور مصلبت الشاغور، وهذا باب صغير والمتداول بين الناس باب الحديد بقلب الشام، يعني احنا بلب مدينة دمشق، يعني قلب مدينة دمشق، دمشق الشام القديمة، دمشق القديمة. شو بدنا نحكي عن اهالي دمشق؟ والله انهم يعني المفروض ما احنا نحكي عن حالنا، بيقولوا مزمة اللي بيحكي عن حاله، ولكن يتميزوا بالطيب بالإنسانية باللطافة بالسلم بالمحبة، يحبوا بعضهم بالمحبة، هاي هي يعني هي أهم شيء. بدي أحكي شوي عن المحبة، قديش في وئام بيناتهم؟ والله بشكل عام كل أهل دمشق وأهل الشام كلهم بيحبوا بعض وبيريدوا الخير لبعض، واللي بيطلع بإيده يساعد ما بيقصر نهائيا. وفي شغلة تانية، لحنا ما منميز مثلا من هذا الاخ مثلا من الميدان، هذا الاخ من الشاغور، هذا الاخ من الايمرية، لحنا كلياتنا اخوات بالانسانية، اذا ما اجينا بالدم لحنا اخوات بالانسانية. انا راح اجيب مثال بسيط بسيط بسيط، المسيحي، الاخ المسيحي هو له دينه وانا لي ديني، بس صرنا من يوم اللي خلقنا بهالبلد عايشين مع بعض اخوات واصحاب وجيران وحبايب، لا بريدوا ينأذى ولا بريدني ينأذى. فاذا كلياتنا يعني هذا المثال اذا بدنا نطبقه بدنا نطبقه على كل العموم كل الامثله. فلحنا كلياتنا اخوات، يلي عم يديروها
ليوقعوا بيناتنا ويرموا الفتنة. والله هدول عم يأذونا، والله في فتنة على البلد وعلينا كشعب سوري بشكل عام. ما بنقول شامي بإذن الله، إذا تمينا واعيين، نحن واعيين بإذن الله، إذا تمينا واعيين وصحيانين ما راح ينجحوا. أنا بفتخر إنه ابني شهيد راح في ذا الوطن وفي ذا حماية الوطن وحماية الشعب، وأنا بفتخر وبرفع رأسي، وابني الحمد لله خدم بالهجانة واستشهد بالميادين، وعنده 10 أشهر احتفاظ واستشهد وأنا رافع رأسي ومفتخر. وإن شاء الله النصر لهالبلد للشعب ولرئيسنا ولأمة محمد. الله يعافيك يا رب. يعني شو محلكم؟ شو بتشتغل؟ محل عوامي هون نحن واصابع ومشبك، يعني حلويات شامية. وين نحن؟ نحن هلا بالشاغور، مصلبت الشاغور، قلب الشام والعاصمة. بدك تحكي لنا عن الشام واهل الشام؟ كله خير ومحبة، اهل الشام اهل الوفا كلياتنا، يعني كلياتنا قلب واحد ومحبة. برأيك ليش ما وصل التخريب للشام؟ ليش ما قدروا ما بيقدروا يصلوا؟ لأنه قلب واحد وإيد واحدة ومحبة واحدة كلياتهم هون. المحبة هي لكان هي الأساس، وهو كل الشعب بيحب بعضه، يعني كلياتنا إيد واحدة يعني. بس كتير كان في محاولات ل يعني عمل فتنة بين أهل الشام. هذا من الصعب يعني، هلا قد ما عملوا فتنة وقد ما عملوا، بس من الصعب إنه يصلوا لهالقرنة هي، يعني لأنه متأكد، لأنه نحن عارفانين حالنا شو يعني كلياتنا إيد واحدة وقلب واحد، وقلبنا على سوريا، يعني وين بدهم يفوتوا؟ يعني هاي الفوتة صعب يفكروا فيها هن، وهذا الشيء غلط يعني. الله يعافيك يا رب. واللي بده يحاربنا بدنا نحاربه، وبإذن الله نحن بدنا نفوز عليهم يا رب بإذن الله. إيد واحدة، الشاغور كلنا مع بعض، وسوريا كلنا مع بعض. نحن أنا شاغورية. شو عم تعملوا هون؟ مين انت؟ نحن اللي تشكلنا مجموعة من أبناء الحارة مشان نحمي حارتنا ونحمي وطننا وعرضنا من المسلحين من الإرهابيين اللي عم يخربوا هالبلد. انتوا من الحارة؟ نحن ضمن أهل الحارة، وأهل الحارة اختارتنا هي الشاغور. كيف اختاروا؟ اختارونا، نقول الشباب اللي مو لمناح واختارون يكونوا لحماية أهالي الحارة. برأيك حيقدروا يعني بوجودكم طبعا بفضل رب العالمين، بس برأيك حيقدروا يخترقوا الشام؟ لا بإذن الله، لا لا صعب، كتير صعب، بس مجندة دول لهذا. بإذن الله موضوع صعب بإذن الله، ومؤامرتهم فاشلة بإذن الله. فاشلة لأنه الله معنا وشعبنا معنا وكل الدنيا معنا بإذن الله. الله يقويك. الله يسلمك. الله يعافيك. الله يمن عليكم بالعافية، وأحيي التلفزيون تبعكم. أنت من اللجان؟ أنا من اللجان، أنا اسمي مروان عرابي. طيب أنت قدران تدافع؟ أنا لآخر نقطة بدمي. يعني مالك تعبان؟ لا أبدا. الله يقويك. وأنا مع الوطن وروحي بالوطن، وأنا وقت بموت لفوني بعالم السوري. إن شاء الله عمرك. وإن شاء الله رح يموتوا هدول الإرهابيين، لا نخلي حدا بنوب، وسوريا منصورة، سوريا الله حامية. لماعيتها الشباب والمواطنين كلياتها، وإن شاء الله سيفنا عالي، سوريا سيفها عالي بإذن الله. يعطيك العافية. اشتغلت تمام؟ أنا هوني ربيان بالحارة، أنا أصلي دوماني كمان. دوماني؟ شارك على الشاغور؟ أنا عشت بالشاغور زمان، أنا من 74 أنا موليد، يعني عشت هون بالشاغور، أنا أمي شامية يعني. احكي لي عن أهل الشاغور وأهل الشام. عايش فيه ربيان معه. لك اللي ما بيحب بعض يقول لك اهل الشاغور كذاب، ابدا بيحبوا البلد كلها، كلياتهم هي الوحده الحمد لله. ما في عم في مخ اللي عنده مخ ما بيضيع.
منا بوطننا. هون اهل الشام والقرداحة وحلب وحمص، وطن واحد وهوية واحدة. نحن مرحب بسيادة الرئيس بشار أسد، قال يتهنى كل واحد معه، ما تستلم الحكم يتهنى كل واحد معه هوية عربية، هوية سورية. نحن مع الوطن، نحن مع الحي، هذا الحي المجاهد، هذا الحي الكبير المجاهد، حي الشاغور، مدينة سوريا، سوريا كلها ايد واحدة، شيعة وسنة وعلوية وكل الأطياف ومسيحية، جيراننا المسيحية وجيراننا الشيعة، نحن وياهم واحد، ولا يوم صار خلاف عنا، وطن واحد، وطن واحد. وهذا اللقاء بحي الشاغور. مرحبا بكم من جديد، تحية كبيرة لأهالي حي الشاغور الشرفاء، طبعا تحية لأهالي الأحياء الدمشقية ولكل المحافظات السورية والسوريين جميعا. أستاذ رفيق، يعني الدم بحيل. بداية انطلقنا كما قلنا من باب الحديد أو الباب الصغير الذي يفضي إلى الشاغور. اللقاء الأول كان مع سماحة الشيخ صبري، نوجه له تحية أيضا، نتحدث عن المكان الذي كنا به، هذه المضافة التي استضافنا بها أهل الشاغور. طبعا أول شيء نحن قبل لا نحكي مع الشيخ، قبل الشيخ صبري كنا عم نستعرض، إذا شفتي في عام 2007 حي الشاغور وهذه الأفراح، يعني انتخابات للسيد الرئيس. صحيح، أهالي الشاغور عادة هن اللي بيمسكوا يعني زمام الأمور وبيتبنوا زمام الأمور لتكون الانطلاقة من الشاغور دائما. نعم، ومعروفين أنه هن سباقين، وهذا المكان اللي كنا فيه هو كان المكان اللي يجتمع فيه أهالي دمشق وأهالي الشاغور لتجديد البيعة أو لمبايعة السيد الرئيس. نعم، في سنة 2007، وكانوا يجهزوا فعلا، يجيبوا جمال ويجيبوا أحصنة ويجيبوا خيول ويطلعوا مسيرات بسيارات وبكل ما لديهم ويتحركوا في كل دمشق. نعم، يعني للتعبير عن دعمهم وتأييدهم لقيادة السيد الرئيس بشار الأسد. نعم، هلأ هي هون كان المدخل للفتنة، يعني ذكر الشيخ حكى عن موضوع الأربعاء الأسود، تكلم عن الأربعاء الأسود. الأربعاء الأسود كان بالنسبة لنا حالة صدمة كبرى، يعني هو صح سمي بدمشق بالأربعاء الأسود، ولكن أنا أعتقد أنه كان الأربعاء الأبيض وليس الأسود، لأنه فصل الأمور وكشف الحقائق. طبعا أنا بيتي الشاغور، أنا محسوب على الشاغور. نعم، فلما في تلك الليلة يوم اللي استشهد فيها الضباط الأربعة، نعم، الشوارع كانت خالية، الناس كان في خوف في حالة ذعر. نعم، بالصدفة أنا كنت موجود بالبيت وإذ أسمع أصوات غريبة، صياح بالشارع، طلعت لشوف شو القصة، وإذ في مرأة تمر في هذا المكان وكانت عم بتصيح وعم بتقول الطائفة الفلانية تقتلنا، ودخلت باتجاه الشاغور وبدأت تهوش أهالي الشاغور. طبعا هذول كانوا للأسف مو من أهالي دمشق، من محافظة تانية. نعم، بغض النظر عن المحافظة، ولكن انعرفوا من أي محافظة جايين. قالوا أنه أهل المنطقة الفلانية أو الطائفة الفلانية، نعم، جايين بدهم يهجموا عليكم يا أهالي الشاغور، وبدأوا ينشروا هذا الشيء في أنحاء دمشق. تخيلي أنا واحد نزلت على الشارع عم شوف شو القصة، وأسمع على المآذن في كل مكان واحد عم بيصيح للتاني، اللي معه سلاح يطلعه، اللي عنده سكين، اللي عنده شنتيانة، اللي عنده، وكل واحد كان عالم في حال تخبط. فعلا قلت أنا معقولة إنه الناس يعني تنخدع بهالسرعة ويقدروا يخلوا الناس تقتل ببعضها؟ التفتت لأنه أنا في عندي منطقتين، صاير بدخل من منطقة الدوار وبدخل منطقة الشاغور، فلقيت المنطقتين ناس بأعداد كبيرة كل واحد حامل سلاح. نعم،
المنظر كان مو طبيعي، يعني مو المرعب فيه الا انه هدول اولاد المنطقه حاملين السلاح وهاجمين بدهم يدافعوا عن مناطقهم، انه الطائفه الفلانيه جاي تقتلنا، وهن كمان حاولوا يخدعوا الطرف الثاني. طبعا انا هون ما كان عندي خيارات، يعني خاصه انه انا على يعني فيصل، منطقتي فيصل تماما. تمام. حاولنا نهدي من بعيد يعني انه ما حدا يقرب، لكن كان الوضع يعني اكبر من ان يسيطر عليه. طبعا الجهات المعنيه تدخلت بعد اتصال، وان كان الشوارع فاضيه ولكن الجهات المعنيه تدخلت. انا طلعت انا وعائلتي واهلي من البيت، اتجهنا الى مكان اخر. وصلنا الى المكان اللي نزلنا فيه، طبعا خارج الحي تبعي، بما انه صار في خطر كبير للمنطقه، واهلي قعدوا في منزل جديد، وانا مثل واحد بحاله صدمه. انا هي ولدت هون، لم تتوقع أبن عن جد عايشين هون، معقول نحن وصلنا لهذا المستوى؟ نعم. هذه كانت الصدمه الاولى. الصدمه الثانيه، كيف انا بدي اطلع من حارتي؟ يعني هذه بالنسبه لنا شغله معيبه، وفيها نوع من المذله، يعني شو اطلع انا من منطقتي؟ يعني فيها خوف، هل انا خايف؟ معقول انا بحارتي وخاف؟ نعم. كانت بالنسبه لي كثير اهانه. طبعا استاذنت اهلي وقلت لهم نازل اشرب فنجان قهوه، وحملت حالي ورجعت بالليل. كانت الدنيا ليل تقريبا شي الساعة 6 7 مساء، وهذا الحكي عم حكيك اياه بشهر اتصور يمكن كان 7 7 يوم الاربعاء، يوم تفجير مبنى الامن القومي، كان شهر 7. وصلت تفرجت على المناطق، لقيت الحيطان مكتوب عليها كلام سيء، طابعين لشعارات ما يسمى بالهلالين الجيش الحر على الابواب، الطرق الدواليب مشتعلة مقطعة في حي الشاغور، كل المناطق هي لوحدة على الشاغور كلها من أولها لآخرها تفوتي لهون. وطبعا أنا بيتي بالمقدمة، يعني أنا ما حسيت حالي في دمشق، شعرت حالي في خيال مو معقولة. نحن هيك صار عنا؟ طبعا كان في قنص، كان في أشخاص اعتلوا أسطح الأبنية، وكان في قنص ولكن قنص خفي، يعني من وراءه ما كانوا أهل الشاغور، كان في ناس من برا بدها تشعل المنطقه ويصير اقتتال في داخل هاي المنطقه. فانا كنت امام خيارات، يعني ما عندي خيارات، اما بدي ادخل الى الشاغور ويعني بيقولوا الحياه والموت ما في نقاش، واما اني اسحب حالي وانهزم واقول ما دخل. فقررت طبعا اني ادخل. كان معي اثنين من الاخوه، قلت لهم انتم مو ملزمين تدخلوا معي، انا راح ادخل على الشاغور وبعرف انه الوضع يعني خطير، خطير. رح يكون يعني كان مغامر، احرار لكم الحريه، واللي بده يدخل معي مستحيل يكون معه سلاح، انا رح ادخل بدون اي سلاح بدون اي شيء، والله حرام اني ذهبوا معي، يعني دخلوا معي، لا نحن ندخل معك. هلا دخلت انا طبعا ونيران مشتعله طول الطريق، والناس تعرفي اللي ماسك الشنتيانه وعم يلوح فيها، واللي ماسك السيف وعم يلوح فيه، يعني كان المنظر مو طبيعي. دخلت الى ان وصلت الى باب الحديد، أو قبل باب الحديد كان في بيت على اليمين اجتمعوا فيه عقلاء القوم. نعم. قاعدين هنيك، دخلت إلى هذا المكان، كان في مجموعة من الطائفتين عم يحاولوا إنه يحاولوا يهدئوا لحتى الأمور ما تتفاقم. نعم. ولكن يبدو إنه المكان اللي كانوا متجمعين فيه اللي تصورنا فيه اللي كنا فيه نحن والشيخ كان هذا مقر ما يسمى بالثورة. هذا كان مقرها، كانت الإعلام الخضر كلياتها منتشرة داير مدار. نعم. كان هنيك المقر. فعقلاء القوم كانوا عم بيشتغلوا للتهدئة، ولكن اللي دخلوهم في هالمتاهة كانوا متجمعين في نفس هذه المضافة اللي هي مضافة باب الحارة تسمى. قال لازم الذهاب إلى مضافة باب الحارة لأنه هنيك المكان الأساسي والفتنة الكبرى موجودة في هذا المكان. نعم. أنا ذهبت دخلت إلى المضافة، كان في أعداد كبيرة كبيرة جدا، يعني شو بدك كل واحد شو حامل بإيده، اللي حامل رمح واللي حامل اللي حاطط جعبة، المهم إنه كل واحد معه سلاح. أنا شعرت بإنه يعني في بعض الشباب الصغار يعني كانوا بيحاولوا يتهجموا علي بطريقة أو بأخرى، وأنا كانت يعني عم راقب شو اللي عم بيصير بالمنطقة. المهم اللي بدي أوصل له إني قدرت أبتدي بكلمة ووجه كلمة إلى أهالي الشاغور، إنه نحن يعني تعودنا على بعضنا لما ندخل لأي مكان نحن بأمان، وأنا الآن في مضافتكم، فإذا كان غير مرحب فيني لحتى أحمل حالي وأمشي، وإذا كان مرحب فيني لأحكي كلمتي.
فأعطوني إشارة أنه قل ما لديك. هلا أنا بدأت الكلمة بوقتها لأنه إحنا تعودنا هون الكبير هو صاحب الكلمة، لأن أنا لاحظت الصغير هو اللي عم بتنطوط، وكبارية الشاغور وعقلائهم مقابلين، بس مثل ما بيقولوا مو طالع بيدهم شيء. ليش؟ لأنه ما كان في أمن بالمنطقة، ما في شرطة بالمنطقة، الصغير اندعم من الخارج، البعض منهم ضحكوا عليهم بأموال، البعض منهم هوشوهم قنعوهم بأنه أنتوا ثوار وأنتوا أبطال مثل ما صار ببعض المناطق. فصار الصغير بدأ بده يكسر قاعدة الكبير، وهو اللي بده يتحكم ويأرجيه أنه أنا اللي بعلمك. نعم. المهم بدأت أنا بكلمتي وحكيت هذه المقدمة، قلت لهم أنه أنا بعرف أهل الشاغور طول عمره، الصغير لما بيحكي الكبير الكبير كلمته مسموعة، والصغير بيبوس إيد الكبير. أنا اللي شايفه اليوم أنه في مين عم بيحاول يخلي الصغير يكون كبير والكبير يصير صغير. أنا بتمنى نحن بعاداتنا وتقاليدنا أنه ما نقدر نخلي حدا يغير فينا هذا الشيء. فانبسطت لما شفت كم واحد من الكبار يعمل له عود لك جوي عود والله. طب إلى أي مدى كان هذا الكلام مقبولا يعني في هذه الفورة التي كانت بين الجميع؟ أنا كان عندي ثقة أنه هاي الناس بعرف ماضيها، أنا منه نفيهم وبعرف شو هنن، وأنا مالي مقتنع أنه هاي الناس صراحة صاروا بهذا العنوان أنه حاملين لعالم أخضر وصاروا مع ثورة وخزعبلات. مالي مقتنع في شيء أكبر من هيك، في شيء دخل لعقلهم وقدروا يغيروا فيه لحتى وصلوا لهذا. لكن أنا واحد من الناس كنت لازلت عم تشوف شو القصة، بدي أفهم شو اللي عم بصير لحتى أعرف شلون حالي. يعني دخولك إلى هذا المكان أصلا كان مغامرة، كان مغامرة يعني كانت من يعني يتابعنا الآن ويقول أنتم لا تصدقوننا القول. يعني كيف دخلت مع وجود سلاح وناس يعني في قمة في فورة الغضب كما يقال، ويعني والله ما الذي جعلك يعني كانت هي مثل بيقولوا عندي كان جواتي اطمئنان بأنه هاي الناس طيبة تمام. لذلك رهاني على هذا الشيء هو اللي جعلني ادخل، مع العلم الكل راهن على الشيء اللي حكيتي انت، قالوا لك تنقتل جوا ما في مجال. حتى انا وجوا اجاني تليفون باثناء الوفاه، اجاني تليفون قالوا اطلع فورا لانه في كثير من الاهالي اتصلوا وطالبوا تدخل الجيش الى المنطقه لانه صار في مسلحين. نعم المنطقه صار فيها مسلحين، ناس لابسه جعب، وهي المسلحين اجت من برا. نعم. وليست من اهالي الشاغور. للامانه اهالي الشاغور ما حدا قتل منهم ولا شفنا واحد منهم رفع سلاح في المنطقه. لكن اللي كان يدخل من برا يهيئ له ناس جوا لتدعمه لوجستيا باي عنوان. نعم. وبنفس الوقت هو يشتغل براحته. فأنا إجاني تليفون وقدام منهم، وفعلاً بوقتها نزل على التلفزيون السوري وعلى الفضائية وعلى قناة الدنيا أنه أهالي الشاغور يطالبون الجيش العربي السوري. أنا بهذه اللحظة كنت شوف إجاني تليفون رفيق طلع برات الشاغور فوراً، المسلحين جوا وأنت في خطر لازم تطلع برا. خرجت؟ لا والله ما طلعت، قلت لهم أنا موجود هون وسأبقى مع اخواننا هم بالشاغور وتركوا الموضوع علي انا بحله. قالوا لي اطلع الوضع محسوم لانه فعلا في مسلحين دخلت صار جوا والجيش وين لازم يتدخل يعني. الاهالي خافت وصار في رعب انه في نسوان في اطفال، تعرفي لما بيصير في مسلحين وممكن يحدث اشتباك بينهم وبين الجيش هذا راح يؤدي الى ممكن انه تروح ناس بين الايادي. لذلك كان في حاله خوف كبيره. أنا أذكر يوميتها اتصلت بالأستاذ حبيب سلمان، اتصلت بالأخ عماد سارة، اتصلت بالأخ حسام في قناة الدنيا ورجوتهم، قلت لهم الله يخليكم بس هالعبارة شيلوها لأنه كل العالم خايفة وتركوني أنا أتصرف، راح نحل الموضوع بهدوء والأهالي هن راح يتعاطوا مع الوضع. وفعلا أنا بتشكرهم، هالحركة هي كانت جدا رائعة وأعطت يعني كانت أول خطوة في الاتجاه الصحيح، أنه الناس لما شافت هذا التجاوب بدأت بدها تستمع. ولكنك كنت أمام مسؤولية كبيرة يعني. كنت أمام مسؤولية كبيرة لأنه خدت على عاتقك لأنه في ناس احتضان هذا الموقف، في ناس مقتنعة أنه الطرف الآخر جاي يقتلهم، لذلك أني خلاص نعم بدهم يدافعوا عن نفسهم. فبدأت بكلمة أنا وذكرت، قلت لهم أنتوا أهالي الشاغور معروفين ماضيكم ومعروف حاضركم، ونحن مهما عشنا ليوم القيامة لن نوفيكم حقكم. حسيت انه هندن انذهلوا، شو لن نوفيكم حقكم؟ قلت لهم هناك قصة مشهورة ومعروفة والتاريخ يذكرها. السيدة زينب سلام الله عليها حينما دخلت من الشاغور احد رجال الشاغور شلح السلك من على اكتافه وجاء لي يستر ويغطي
نساء وبنات رسول الله. فطبعا هن كانت كثير هي يعني مثل ما يقولوا بادئه، قلت لهم نحن ما ممكن نوفيكم حقكم، انتم سترتم على اعراضنا فكيف نحن نهتك اعراضكم. كانت هذه المقدمه يعني انا اعتبرتها كانت كثير مفتاح فرج، حسيت في اذان بدات تستمع. نط واحد من بيناتهم قال يا اخي بس نحن في لنا اولاد مسجونين اللي طلعوا مظاهرات وغيرهم. قلت له كل هذه الامور ممكن تنحل ولكن بالهدوء، مو بالطرق اللي احنا وصلنا لها للاسف واللي يقتل كل واحد منا الاخر. المهم صار في اتفاق انه تعالوا لحتى نحن نبلش نقعد مع بعضنا ونتعاون نحن. يا اخي لأن طرف دوله، يعني انا لا امثل دوله وانا لا اقبل بالطرف المقابل انه يكون امثل، ونحن بالنهايه اولاد هالمدينه بدنا نحافظ عليها كاهالي ومقيمين في هذه المنطقه. وفعلا كانت هي البدايه، انطلقنا منها واتفقنا انه ثاني يوم يجوا لعندي على البيت ونبلش نحل المشاكل في المنطقه. ثاني يوم فعلا اجوا فز واحد اثنين ثلاثة أربعة عشر عشرين، بعدين لقيت في أعداد منيحة فزت. هذا يقول لك ابني أنا ما عامل شيء طلع مظاهرة، هذا يقول لك ابني أنا والله بخ على الحيط، كل واحد يحكي قصة. أنا أخي أوفش كل واحد إله ولد يتفضل، أنتم مو عم تقولوا أمان خلينا نطلع عند الأمن مباشرة. كانوا في حالة خوف، شعرت أنا في جدار، فلذلك أنا مرضت أني أنا أروح أحكي باسمه. قلت لهم أنتم بنفسكم بدكم تطلعوا. قال إيه إحنا مستعدين نطلع. قلت له يلا تفضل. فعلا أخذنا مجموعة حوالي 50 إلى 60 شخص وحكينا مع الجهات المعنية وتوجهنا إلى فرع فلسطين اللي هو كان مسؤول عن منطقة ولا زال منطقة دمشق القديمة. ورحنا لعند الله يذكره بالخير العميد سهيل ودخلنا لعنده. طلع هيك لقى عالم فايتة أمم، حرام الرجل رحب راد يسمع، سمع من الأهالي وجه لهم كلمة. أنا واحد من الناس يعني ما بتتخيل قديش كان سعادتي لما سمعت عم بيقول لهم أولادكم أولادنا، نحن أولادكم حاطين خايفين عليهم أنه يوصلوا لمرحلة يتحولوا إلى قتلة، ابنك الآن بهالمرحلة أنت للأسف مقصر في تربيته، فأنا عم حافظ لك على ابنك أحسن ما بكرة تفقد ابنك بشكل نهائي. الأهالي تعهدت، كانت هذه أول خطوة. و العميد قال لهم كل واحد ياخذ ابنه، فعلا اعطاهم ابنائهم ولكن قال لهم بشرط انا اقبل بكم انتم كون انه انتم وجهاء واهالي هؤلاء الشباب، انا اقبل بكم انه اذا هذول الناس ارتكبوا خطا رح احملكم المسؤوليه انتم لكم اول شيء. نعم. بتعرفي اولاد الشاغور اذا عمل له هيك عندي حط ايده على الشوارع ودق ايده على صدره يعني خلاص. كانت هالخطوه يعني شلون بدي اقول لك، تصوري انت هالناس داخله وابنائها معها، قديش عملت صدى كبير بالمنطقه. عادوا بابنائهم عادوا يعني الى حيش دخل، صارت بقى الناس تحكي لبعضها هذا جاب ابنه وهذا جاب ابنه اخي، طب ونحن، صار واحد ورا الثاني يجي. نعم. واحد ورا الثاني يجي الى ان بدات تتعمم على قضيه الشاغور، وبدات الشاغور يعني شوي شوي تهدأ. نعم. الان المناطق الثانيه بدأت تلجأ إلى نفس الأسلوب، أنه تعالوا يا أخي مثل ما ساويتوا بالشاغور. نعم. تعالوا ساووا عنا. وبدأت تنضم منطقة وراء منطقة، الإيمارية ونقاشات وبابتوما وكل هاي المناطق اجت واحدة وراء الثانية إلى أن صارت كل المناطق اللي داخل السور يوميا يمكن على مدى أكثر من 3 أشهر ما عندنا شغلة إلا رايحين جايين، يعني مشاكل بشكل عام أنا عم بحكي مو بس قضية أبنائهم، مشاكل كثيره بالحي بحاجه امور للمنطقه لاصلاحات لا لا لا. بدانا نشتغل على ارض الواقع، طبعا كنا بعيدين على الاعلام، بس تقول اعلام بيقول لك لا عمي انا ما دخلني لا باعلام لا بطيخ ولا بعترف على الاعلام، فكنا بعيدين عن الاعلام، كنا نشتغل على ارض الواقع. هون الدوله كان في لها شغله كثير حلوه انه رجعت الكبير كبير. نعم. لما الدوله تتعامل بشكل مباشر مع الاهالي ومع الوجهاء، ولما هي الناس كان سمعوا حسوا انه في من سمع لهم ورجعوا بابنائهم، كان لها صدى كثير كبير، وبلشت ترجع هون الثقه وبدا ينكسر الجدار اللي ما بين الدوله اللي اصطنعه الاعلام واللي اصطنعه الكذب والفبركه. نعم. التمت المناطق البقيه، حدث نفس الحدو، استمرينا على طول المده الى ان بعد 4-5 أشهر يوميا اجتماعات
يوم بيت الشاغور، يوم عندي بالبيت، يوم ببيت الإمارية، يوم بحي الأمين، كل مرة كنا في مكان. هي أول شيء عززت المحبة أكثر، وصارت الناس اللي ما بتعرف بعضها تعرف بعضها بين الأحياء كلها. هلا بدمشق كلها احنا طبعا صار عندنا لجان بكل المناطق، باللجان بمفهومنا نحن، مو لجان شعبية يعني، بقصد لجان أحياء. ما دورهم؟ لما صارت الحالة بهذا الشكل صاروا قالوا تعال أخي نحن خلينا نسوي لجان أحياء. كل حي بيمثله شخصين أو ثلاثة أو أربعة اللي هن. طبعا نحن ما اعتمدنا على جهة معينة، لا اعتمدنا على مشايخ، لا اعتمدنا على وجهاء، لا اعتمدنا على لا بدنا الكل. في لجنة اسمها لجنة حكماء، وهذه تضم من تضم، تعرف يعني في الشباب لهم دور، الحكماء، الوجهاء، المشايخ، كله تعاملنا يعني. لا ما سلطنا جهة، ما أجبنا إن والله الشيخ الفلاني خلاص نحن لا جميل. ولا الوجيه الفلاني نحن لا، الكل أنت مختلف مع الجهة، هي الجهة تانية بدنا نجيب هي وهي، ما في فرق. جميل. فصاروا هدول يتسموا باسم هيئة الحكماء. نعم. صفى بقى مين الناس التنفيذية على الأرض اللي تشتغل واللي تجتمع لحتى تحل حل مشاكل الناس. دورنا على الناس الفاعلة. نعم. ما بيهمني شو اسمه وشو كنيته وشو عيلته، لا بيهمني شخص نشيط لما بده شيء الحي وبده شغل بده يتساعد ويتعاون. وفعلا تشكلت من كل المناطق هي الوجهات وهي اللجان اللي قدرت بالنهاية تتوصل إلى عنوان اللي هو كان وثيقة العهد الدمشقي. طبعا هذا ولد من خلال الاجتماعات، قال تعالوا نحن نعمل وثيقة فيما بيننا. شو سموها؟ وثيقة العهد الدمشقي، أنه اتفقنا كلياتنا أهالي دمشق من دخل دمشق فهو آمن. هذا كان أجمل عنوان في هذا الملتقى، أنه أهالي هاي المنطقة يا أخي نحن ما دخلنا، أنتوا عم تتقاتلوا اصطفلوا، عندكم مشروعكم أنتوا روحوا قاتلوا برا، اصطفلوا الجيش، تواجهوا الجيش فاصطفلوا منكم للجيش، لكن نحن دمشق لن نسمح بها لأي سلاح إلا سلاح الدولة. هذا كان أول عنوان، أنه سلاح الموجود بدمشق حصرا يجب أن يكون بسلاح الدولة، لأننا لا نعترف بأحد إلا الدولة. إذا وجد سلاح ثاني دمشق لا تحتمل هذا الأمر. تماما. وكانت هذه القاعدة وانطلقنا منها، وقدرنا بعد منها نصل إلى ما سمي بملتقى الوئام الوطني، واللي فيما بعد طبعا بعد شهور قدرنا أنه نبلش نرتبط بشكل مباشر مع سيد المحافظ، محافظ مدينة دمشق، كونه هو الأقدر. أنا بوجه له تحية كتير كبيرة للدكتور بشر صبان، لأنه بصراحة بذل معنا جهود رائعة. صح نحن بالفترة الأولى اشتغلنا كتير على الأرض، ولكن لما ارتبطنا مع المحافظة، لأنه بالنهاية أنت قد ما اشتغلتي ما فيك تشتغلي بدون الدولة. الدولة هي الأم وهي الأصل. لما ارتبطنا مع المحافظة قدموا لنا تسهيلات، يعني صراحة أنا فوجئت كيف أنه كان التعامل مع كل مشكلة مو مبالغة لما بقول لك اليوم بيكون الكلام بكرة تنفذ. كانت بهذا الشكل. حلينا مشاكل كتير، حلينا مشاكل الغاز، مشاكل الخبز، مشاكل بعض الأحيان المازوت إذا كان في إمكانية حسب ما يتوفر عندهم، حلينا مشاكل الخدمية، مجاري، بعض البيوت اللي تتهدم، بعض الناس اللي ما عنده شغل تأمن له شغل. صار الملتقى مجمع لكل أهالي دمشق، وبدأ يتطور إلى أن بدأ ينتقل إلى خارج السور، لأنه إحنا قاعدة أساسية وضعناها أنه لن نقبل بأحد أن ينضم إلى الملتقى إلا أن يلتزم بعنوان الملتقى. عنوان الملتقى من دخل دمشق فهو آمن. إذا من يكون مع ملتقى الوئام يجب أن تكون منطقته آمنة. يعني أنا مثلا بدي أشتغل مع بستان الدور، هل انضميت معنا بستان الدور؟ بستان الدور فيها كان مشاكل، أنا ما فيني إلا أنا ما دخلني فيه، لا أنا بنقل التجربة لعندك وبساعدك وبحل لك مشاكلك لوصلك للأمن بعدين نضمك. وهذا اللي فعلناه في عدة مناطق، يعني حليتم قضايا معيشية حياتية تتعلق أكيد. بالغاز والماء والمجاري وما إلى ذلك، لم تتطرقوا إلى ما أفرزته هذه الأزمة من مشاكل يعني تعرض لها هؤلاء الأهالي. جلساتنا كانت تقوم على الحوار بهذه الأمور. فأنا اللي لاحظته أن هاي الناس أصلا ما مقتنعة بهذا الشيء اللي عم بتشوفه كله، لا بالجزيرة ولا بغيرها، وهذا الكلام سمعتيه ثورة وما ثورة، هذا كله ما مقتنعين فيه، ولكن كانوا يعملون على مبدأ الخوف. كانوا خايفين من الدولة فما كان عندهم خيارات. أنا ما لقيت مين يكون موجود عندي ليحميني، لذلك لقيت في قوة تانية نزلت على الأرض عم تفرض مصاري، عم تفرض سلاح، عم تدخل أشخاص ليرهبوا بالمنطقة، فأنا اضطريت. لذلك هون هاي الناس خافت، لكن هل بقناعاتها كانت داخلة بهذا الشيء؟
لقي أنهم لم يكونوا على قناعة أبدا. نعم. لكن لما تلاحمنا بهذا الشكل وبدأ يتطور الأمر بهالشكل السريع قدرنا أنه نسيطر على الوضع وقدرنا شوي شوي نرجع الوئام وقدرنا فيما بعد نطور الأمر أنه تعالوا له هي المنطقة الدولة مو بس هي دورها أنه تحميها ونخليها تبذل المجهود لا أنتم كمان كلياتنا نحميها هذا الطلب منهم قال يا أخي أعطونا سلاح خلينا نخلي الدولة تعطينا سلاح يعني ليش ما نحكينا عن الدولة وفعلا رفعنا طلب نحن وقدمنا طلب أنه يا أخي في شباب فعلا حابة تدافع عن مناطقها وأنا بقولها عن الشباب اللي تشكلت في دمشق القديمة وأنا بتذكري بحلقاتي دائما بقول لهم كنت أتحدى أنه اللي بيفكر أو بيحاول يفكر يقرب على دمشق راح يتفاجأ في مفاجآت داخل دمشق لذلك كانت دمشق ولا زالت أعداد الناس اللي تحميها من أهاليها من أهاليها فقط أنا حطيت الآن الجيش العربي السوري اللي هو لحاله يعتبر الثقل الأكبر في المعادلة واللي نحن نعتبر جزء من هذا الثقل الأكبر لأنه أصبحنا الآن جزء لا يتجزأ عن الجيش قدرنا أنه فعلا نسهل كثير أنه يا أخي الجيش نحن لما بنحتاج كون اعتبرونا ذراعكم صار الجيش والأمن يعتبر كل شخص وكل فرد يقف ليدافع عن حيه جزء منه صار تنسيق مباشر قدرنا نسيطر على المناطق والحمد لله الآن بدأنا ننطلق إلى مناطق أخرى وذكرت لك أنه أول تجربة لنا لنقل هذه التجربة إلى مكان آخر كانت جبل قاسيون لما زارونا الأخوة وتعرفوا على الملتقى ولخصنا لهم التجربة فقدروا الحمد لله الآن قاسيون. يطلعوا بملتقى قاسيون وراح تشوفي ملتقيات تانية راح تصير وراح نعممها على باقي المحافظات بإذن الله إن شاء الله ونرجو لكم التوفيق دائما. طبعا من ضمن جولتنا هذه في دمشق القديمة كنا في ملتقى الوئام الوطني وقمنا بإجراء يعني عدد كبير من اللقاءات مع الأهالي ومع كل من لديه مشكلة نتابع قليلا بعض المقاطع من أعمال هذا المقطع هو بيلخص بشكل مبسط يعني أنا بس حتى الناس تستوعب شو اللي بدنا نعرض هلأ نحن كملتقى عندنا اجتماع أسبوعي بشكل دائم كنا بالبداية أول 4-5 أشهر اجتماع يومي الآن أصبح أسبوعي ولكن ما بنعمل لقاءات أخرى اشتغلنا على مستوى الوئام الداخلي بعدين صرنا نشتغل بموضوع المخطوفين صرنا نساعد بعض العوائل اللي عندهم مشاكل وحابين يحل حلوها وعملنا بعض الإنجازات إنه الأهالي بتيجي لعنا كل أسبوع نسمع مشاكلها وبنحاول ننقل هاي الصورة أو ننقلها للدولة والسيد المحافظ طبعا هو اللي قدم المكان في مكتب عنبر ونجتمع هنيك وبيحضر حتى معنا بيستمع إلى كل ما يعاني منه أهالي دمشق ويستمع إلى الأهالي يعني ما بتتخيل قديش تجينا أهالي فوق 1000 شهدت بأم عيني شفتي بعينك وإجيتي وشفتي شهدت بأم عيني وأجرينا يعني أكثر من 100 لقاء للأمانة في مكتب عنبر بحضور السيد المحافظ طبعا نتابع هذه اللقاءات وأيضا نعود للتعليق عليه ذلك اثنين ما بعرف عنهم شيء يعني عندك أربع أولاد مختفيين ايه مبينين ما بتعرف ما حدا حكى معك وطلب شيء قالوا لك مختفي على المحاكم وهي دور ما لهيتهم اخي كان يوقف هو اولاده الصغار بالساحات تبع باب توما وبسبع بحرات وانا وياه طالعين بعد الشيخ البوطي ما صلى وطلعنا على السبع بحرات حقول هدول نفسهم الناس اللي مشان شغلة دنيئة مشان سيارة مشان ياخدها لاسمه عمل هيك بأخي ف
السيد هذا ما بيبيع البلد؟ مقابل مال ما بيبيع البلد؟ طبعا الاخوه في بستان الدور صح كانت التجربه معهم يعني لا زالت جديده، ولكن الثمار اللي قدرنا نحصلها في منطقه بستان الدور كانت سريعه قياسا بباقي المناطق. ليش؟ لانه صار عندنا تجربه من خلال مدينه دمشق، صار عندنا تجربه واسعه وصرنا نعرف طرق واساليب معالجتها بشكل سريع. وإن شاء الله بمعية الشباب الطيبين ولجان الأحياء وهالملتقى الطيب وجهاء بستان الدور ومشايخ بستان الدور كمان مثل ما قال أخي وحبيبي مختار الحي، نشكر الأستاذ رفيق، نحن كل دقيقة نشكر هاللوئام وشيخ صبري ورجال الشاغور شباب الشاغور والعمارة والأخ أبو حسن، الحمد لله عرفونا بوجهاء طيبين وأخذونا على مناطق رائعة جداً. في ناس صلح 10 شهور ما دقت دقة واحدة، في ناس يعني وصاير فينا انه بيجي واحد من برات المنطقة بيشوفوه نازح بيستغلوه، يعني يكون شوية ناس خفية مراقبات انتوا بمعيتكم ومعية الجهات الأمنية ومعية المختار والوجهاء الموجودين، حتى رجال الدين معنيين يا ريت يكون بكل صلاة بكل ان كان بقداس ولا ان كان بجامع يعني العفو منك يطلعوا أحكام قاطعة بأنه هذا الشيء حرام. إذن كانت هذه مقتطفات من أعمال ملتقى الوئام وما تقومون به بشكل أسبوعي طبعا، وتابعنا اللقاءات التي يعني تابعنا جزءا منها هي لأهالي فقدوا أبنائهم وأقاربهم عندهم مشاكل عديدة يعني، ولكن للأمانة يعني أنا حتى لا يعتبوا علي الأهالي، بتعرفي كان أنت كنتي موجودة وشفتي الشكاوى كثيرة، وهناك شكاوى يجب أن تصل فعلا للمسؤولين. وسيد المحافظ مشكور كان موجود بنفسه وسمع من الأهالي وتأخذ منهم كل واحد حالته وكتبه، يعني صرف وقت طويل وسجل هذه المعلومات، ولكن حتى لا هن يقولوا ليش رفيق ما عرض الكلام اللي حكينا. هلأ في كلام جريء وجه إلى جهات سواء يعني انتقادات أنه يجب أن يحاسب أناس بيحسبوا حالهم على الدولة، انه يجب محاسبتهم للاخطاء اللي عم بيرتكبوها، في ناس
تضررت من وراهم وتسببت لها اضرار، سواء الناس عم تنسرق سياراتها، سواء عم ينخطف اولادها. ما بدنا نحن دائما نشير بالاصبع على جهه معينه وننسى جهه اخرى ايضا عم بتاذي بنفس المستوى، حتى نكون صادقين. انا بوعد هذول الناس انه كل شيء تسجل في هذا اللقاء راح يتسجل على سيدي، ولن اسلم هذا السيدي الا ليصل للسيد الرئيس شخصيا لكي يسمع شكواكم بنفسه. وانا ما بشك انه السيد الرئيس يعني هو الاب الحنون لكل الشعب السوري، فانا ساسعى ان شاء الله اني اقدم هذا السيدي ليكون بين يدي السيد الرئيس. يعني حتى لو لم نعرضه على شاشتنا لكن بالنهايه سيصل للمكان، طبعا للمكان الصحيح، انه في اخطاء 1 2 3 بدنا نعالجها. وانت شفتي هي الناس اللي عم تحكي ما انا ضد وطنها طبعا لحتى يصير فيها اللي صار. نعم. فنحن بدنا نحاول نرجع الوئام الحقيقي، يا نكون صادقين مع انفسنا، يا نضحك على بعضنا ونسلط الضوء فقط على جهه واحده ونترك الجهه الثانيه اللي انا بنظري لا تقل خطوره عن الجهه الاولى. وهذا اللي لازم الاعلام في المرحله القادمه يسلط عليه الضوء وبكل قوه، اذا كنا فعلا صادقين مع انفسنا وكنا بدنا نرجع الوئام الحقيقي، ما بدنا نطلع بعين واحده ونسكر عين. فاتتنا نقطة لم نتحدث عنها في الشاغور، أجرينا لقاءات مع من قلنا لهم بأنكم لجان، نتحدث قليلا عن تشكيل هذه اللجان ودورها في حماية الأحياء التي يعني سئلت عنها. والله اللجان قصتها قصة، أنا بتمنى تعرضي الملف اللي بعده لأنه الملف اللي بعده بخص اللجان، فممكن نحكي بعد بنوع موضوع. إذن المادة الفيلمية القادمة ونعود بعدها للحديث عن تشكيل اللجان ودورها في حماية هذه الأحياء. اللي عملت تسوية وضع، أنا أخذني الأستاذ رفيق لطف بسيارته من قدام البيت ووصلنا على الفرع وقعدنا باستراحة، سقونا شاي وقهوة وهدينا أعصابنا وريحونا بكل احترام يعني، وطلعنا على مركان تاني إنه هنيك ساوينا التسوية. قعدنا شغلة ساعة ساعة ونص يعني أسئلة بسيطة، شو مساوي شو غلطان، وأنا كنت يعني من الناس قلت لهم إنه أنا اللي اندمت على الشيء كنت اللي مساوي يعني، وحقه معنا بتكتب تعهد انه تاني مره ما تعيدها يعني. وطلعنا والله بكل احترام، اعطونا الهويات ووصلونا لحد باب الفرع يعني كل ادب، وفتحوا لنا الباب وطلعنا والله لا حدا حكى معنا باي غلطه يعني، لا يعني عم بحكي شيء صدق يعني، مو ان شاء الله ما تكذب. انا هون اخي بيكون وانا بدي ساوي تسويه مثل حكايته، كمان في لي اغلاط انا قديمه وبدي اعمل تسويه مثل حكايته ان شاء الله. لا لانه ندمان اول شيء على الشغلات اللي صارت وما بدي يصير اكثر من هيك يتقدم يعني، كله خطا وخطا يعني، لقيت البلد كله عم يصير خراب. انا من الناس اللي عملت تسويه ورحت كل ادب عاملوني، تفضل اهلا وسهلا وشربونا قهوه وشاي ومع كل احترام وما في ازعاج ولا شيء الحمد لله، حكيت لهم كل شيء بصراحه يعني الحمد لله، وانا ندمت على شيء كل شيء سويته يعني، والحمد لله بدنا البلد ترجع احسن واحسن من اول وجديد، وصلونا ناحية باب الفرع والحمد لله ترجع البلد بخير وسلام اهم شيء عنها. وانا بالنسبه انه لا بس هلا سجلت بالدفاع عن الوطني هون لاحمي حارتي الحمد لله، وما بدنا غير ترجع البلد بخير وسلام. بحب اقول للناس اللي خايفين يروحوا يعملوا تسويه وضع، لانه ما في شيء يخوف، صارح الحكومه، الحكومه بتسامح، اما اذا ما بدك تصارح رح تيجي تاخذك من وسط بيتك، وطبعا بس تكون صريح مع الحكومه هي مثل الام بتسامحها وبتعطف عليه وبنفس الوقت بتكون مرتاح وعايش بامان وسلامه بنفس الوقت. الناس اللي بتسلم حالها ما عم يطلعوا بامان ويطلعوا يعيشوا بامان، احسن ما يتموا ملاحق وهربان ومن هون ومن هون وعم يزيد البلد خراب فوق الخراب، هذا حرام.
الحمد لله نقول اليوم فشلوا على صخرة سوريا بتلاحم، والشعب العربي ووعي الشعب العربي في سوريا وتلاحمه مع جيشه وقائده استطعنا أن نكسر هذه المؤامرة على صخور سوريا الكثيرة. اليوم لن يستطيعوا مهما كان برد حجر المؤامرة وحجم هذه الحرب على سوريا، لن يستطيعوا أن يكسروا حضارة عمرها 10,000 سنة، وهذه الحضارة اعتمدت على أساس واحد هو التعايش والمحبة والتسامح. كل إنسان عربي سوري مغرر به حمل سلاح منقول له رجع لحطن وطنك وأهلك وناسك، هنين أولى فيك. واليوم منقول له برسالة هامة جدا، فرصة من الوطن وقائد الوطن لعودة أبناء الوطن إلى وطنهم. مرحبا بكم من جديد أستاذ رفيق، مباشرة إلى ما تابعناه. طبعا محافظ مدينة دمشق سيد المحافظ دخل أول مبارحة، هي كنا في زيارة إلى منطقة الشاغور، أيضا ذهبنا مع السيد المحافظ. وطبعا تعرف زيارة السيد المحافظ للشاغور، هو أصلا يعني حسب ما أنا فهمت أيضا هو من الشاغور. يعني ما شاء الله الشاغور قديش تضم منطقة، لأنه كبيرة بتوصل إلى طريق السيدة زينب، يعني في عندك شاغور جوانا وعندك شاغور براني. فكثير من أهالي دمشق بتلاقيهم بيطلعوا من منطقة الشاغور. السيد المحافظ زار المنطقة، استمع إلى الأهالي، جال على المحلات. طبعا هذا التسجيل لا يشكل شيء يعني، ولا هو طبعاً. دار على المحلات وسمع منهم وشاف مشاكلهم، والحمد لله يعني جابوا له أوراق عندهم كان بعض المشاكل المطالب، وعدهم بتحقيقها، أعطاهم فرص وظائف للناس اللي كانت يعني بحاجة إلى عمل بحاجة إلى شغل. كانت الناس كتير مسرورة بجيته، وشفتي الناس لو خرجت بشكل عفوي وصارت تهتف للوطن ولسيد الوطن، وكلهم يعني شو بدهم غير أنه الأمن والأمان يرجع. تماما، يعني ناس هي بطبيعتها طيبة، لذلك ما عندها بقلبها شيء، هي اللي بدها فقط أنه ترجع الأمور إلى ما كانت عليه. طيب قبل أن ننتقل للحديث عن كيفية تشكيل اللجان والدور الذي قامت به، من أجرينا معهم لقاءات ممن سويت أوضاعهم، ممن حملوا سلاحا أو خرجوا في بمظاهرات من قبل ثم سويت أوضاعهم، أسألك سؤالا قبل أن نبدأ، يعني من قال منهم عملنا بكل أدب؟ لمن يتابعنا الآن ويتساءل كيف يمكن أن يدخل يعني إنسان أذنب أو يعني ارتكب جرما ما بحق الدولة، سواء من حمل سلاح أو خروج بمظاهرة ويعني شتائم أو هتافات يعني تسيء إلى الدولة، كيف يمكن أن يعامل بكل أدب أستاذ رفيق؟ هلأ للأمانة يعني أنا ما فيني طبعا أعرف كيف تعامل كل واحد، جوز في ناس ما تعاملت بطريقة لائقة، نعم، وهذه جعلتهم ينفروا. لكن أنا بالنسبة لي ثقي إني كل الأخوة بالشاغور ولا بدمشق القديمة بيعرفوا كنت روح بنفسي، يعني إذا ما كنت أنا ضمنان في 100% إنه هذا الرجل سيدخل وسيخرج معزز مكرم، أنا واحد من الناس بحطيني. طب على ماذا تعول عندما تأخذ؟ أنا أعول إني أنا رحت وفعلا الدولة قالت لي أهلا وسهلا بكل إنسان مغرر فيه. كيف تضمن هذا الإنسان؟ أضمن أنه بعد ما يخرج تماماً. شوفي إذا أنا كنت فعلا جبت وجهاء مع هذا الشخص، يعني مثلا كانوا يجيبوا مثلا 20-30-40 واحد الأسماء يجيبوا لي لائحة، أول شيء هي اللائحة أنا كنت أقول لهم لازم تتسلم للجهات الأمنية أول شيء يدرسوها ليشوفوا هذا الشخص شو عامل، شو هل هو مطلوب لجرائم كبيرة، بجوز يكون طلع عليه جريمة تانية قاتل، يعني ما فيني يتحمل جريمة القاتل طبعاً. فهنا بده يكشفوا عليه الدولة. شوفي هاي كتير كانت نقطة أنا عجبتني وكانت رائعة جدا، الدولة معطية 50 اسم تطلع هيك بال50 اسم اللي فلان لا تجيبه حفاظا على كرامتي أنا، اللي فلان لا تجيبه لأنك إذا جبته ما راح نتركه. أنا مو داعي صدري إنه اللي بيجي بيفوت بنهي وضعه بيرجع، فبيقولي فلان لا تجيبه نحن منجيبه، الدولة قادرة هي تجيبه، الدولة بتجيبه. لكن إنه أنا جيب شخص بدون ما أكون فعلا الدولة عملت دراسة على هذا الشخص وقالت له تفضل لتسوية الوضع، ما كنت جيب حدا. ولكن بفضل الله
والأخوة بالشاغور ومدينة دمشق كلهم بيعرفوا، ولا واحد قالوا لي جيب. كل اللي جبناهم أكثر من 235 واحد تم تسوية أوضاعهم، وكان هذا سبب. يعني إحنا وقت كنا عم نشتغل ما بدنا نقول للدولة تعالي أنت اشتغلي، لا، كنا نقول يا جماعة نحن الدولة كريمة معنا، فنحن كمان نكون كريمين. خطوة من هون خطوة منا، هن إذا عشتهم هاي القضية خلينا نساعد معهم فيها، بنفس بالمقابل نطلب منهم إنه والله معيتكم هالناس اللي شوي هيك أخطأت طلعوا لنا كانوا يتسامحوا، لكن بالمقابل إنه إحنا ما بدنا مشاكل بهالمنطقة، فعلا كانوا يلتزموا. لما بيجي واحد بدي طلعه أنا مثلا من السجن شو بيعرفني هذا الزلمة ما يرجع يطلع إرهابي؟ تماما، هنا سألتك. إيه أنا رجعت لسؤالك، كنا نجيب الشخص اللي بده يجيب لنا الأسماء نقول له أنت مسؤول عنه، إذا هذا الرجل سوى وضعه وطلع وارتكب اسم، إذا ما لك جامع أهله وأهله دائين صدر قدام منك أنه بيتحملوا مسؤوليته لا تجيبه، لأنك أنت راح تتحمل مسؤوليته. فكان يجيب يروح لعند الأم والأب والعم، تعالوا لهون أنا هذا الزلمة بدي أعمله تسوية وضع، وأنتوا أنا على مسؤوليتي، يعني على مسؤولية هذا الوجيه، فأنا إذا أنتوا لابنكم ما راح يلتزم الله يرضى عليكم لا تحطوني بالصورة، أنا مو ناقصني. خلي ابنكم يروح يعمل اللي بده إياه، ولكن لا تحطوني أنا بالصورة لأنه أنا بدي أروح محله. فقالوا الأهالي الولد تعال هون، بدك تلتزم مثل عالم الخلق ولا لا؟ يا هيك يا هيك. فكان الولد أمامه خيارين، يا يهرب برات الحي يا بده يجي لعند الوجيه ويقول له أخي، أو الشخص اللي بده ياخده يقول له أخي أنا مستعد لهاي الشروط. لذلك كانت كل الأمور هي تنجح لما نشوفوا في خطأ، كانوا هن بنفسهم وهي الجهات الأمنية بنفسها بتعرف، لما كانوا يشوفوا واحد لعب بديله هن يرفعوا التليفون ألو فلان عم يشتغل، واحد اثنين ثلاثة نحن دقينا صدرنا هلأ رفعنا إيدنا. هي عطت ثقة كبيرة عند الدولة بالتعامل. أنا بتمنى الناس تسأل فرع فلسطين تحديدا كيفية التعامل مع أهالي دمشق، تواصل مباشر، يمكن ما في حدا من الأهالي اللي عنده اتصال مباشر سواء انكمش له ولد أو سواء في مشكلة اللي بتقول ألو هيك القصة صايرة معنا، شو بتشوفوا مناسب نتعاون مع بعضنا. لذلك ما صار عندنا مشاكل الآن، الأمن بفوت تلاقي الأهالي هي بتساعده، يقولون لنا يا جماعة بدنا فلان، يعني من أسبوع طلبوا اثنين من الشاغور قال بدنا فلان وفلان، الأهالي جابوه، ما فات رجال الأمن جابوه، لا صار في ثقة متبادلة، رفعوا التليفون قالوا بدنا فلان وفلان، قالوا شو في الجواب، يعني حتى جوابه كيف يعني سلموا أبناء حالتهم، حنجيب لكم ياهم لعندكم بس بشرط الله يخليكم، طبعا هو لا شروط على الدولة القضية لا، ولكن شرط انه هن يلتزموا يجيبون بنفسهم، انه احنا منجيبهم على مسؤوليتنا، ولكن اذا الاولاد ما عليهم شيء اعطونا اياهم دغري، عليهم شيء خذوهم نحن معكم. هذا خلى اللي الى ولد مطلوب مرتكب شيء حتى لو شيء بسيط كان الوجيه ياخذه ويروح ويسوي له وضعه، او حتى مثلا اذا مطلوب للدولة انه يروح معه في عليه شيء، اي والله اذا عمل شيء انا واحد الناس قول له الله لا يردك، انت بتحمل مسؤولية نفسك، لكن إذا ما عليه شيء عم بتفرج ويتأكد ويسأل ويجاوب ما عليك شيء روح معه الله معك رجع. لذلك تخلصنا من هذا الأمر في دمشق. والمناطق الثانية لتنجح لازم يكون في تشابك بينها وبين الدولة، والدولة معنية إنه الجهات الأمنية تفتح بابها للوجهاء ولأهل المناطق. لما تفتح بوابها صدقيني بتختصر على حالك كثير من المشاكل، لأنه أنا أهم قاعدة التزمت اشتغلت عليها بدمشق القاعدة أنا وأهالي دمشق إنه نحن في عنا خدمات بحاجة إلها وعنا أمور بدها تشتغلها، طيب هل الدولة قادرة تحققها بكل سوريا إنه تتواجد بكل مكان؟ من المستحيل. عدد موظفين المحافظة كم؟ شو بده يساوي؟ شو بده يحلوا؟ نحن من حيث ندري أو لا ندري تحولنا كلياتنا موظفين من المحافظة، لأن المحافظة شو هي؟ هي عنا لتخدم مصالحنا. الآن نحن اجتماعاتنا روحاتنا ملتقياتنا كلها بالتنسيق مع المحافظة، إذن المحافظة صار في عندها أعداد أكبر بكثير مما لديها هي. لذلك أنا أقول فكرة ملتقى الوئام لو تعمم في كل المحافظات كان المواطن نفسه هو رجل الأمن، المواطن نفسه هو اللي عم بيخدم المنطقة، لكن شلون بدي ساويها؟ رجع الكبير كبير، ادعم الوجيه، اسمع منه، تساعد انا وياه. اما اني سكر اداني وانا خلص هيك شايف ما بحل المشكله. نعم. اذا من تابعناهم في اللقاءات كانوا هذول
اتغرر فيهم. نعم. الجماعة اجوا فعلا من ابناء حي الشاغور. ايه من ابناء حي الشاغور. نعم. انا ما بخفيك، انا اول يوم وقت اللي طرحت الفكرة ما حدا رضي يسلم حاله، كله خايف. نعم. لكن بطريقة ما تقدم واحد قال خيو انا ما علي شيء بس بدي اروح. هاي اول مرة بيعرفوا اهلنا. قال انا ما علي شيء بس انا خليني اروح لشجع غيري. نعم. وراح ورجع قال لهم ما في شيء. او اجوا خمسة. راحوا الخمسة رجعوا، اجوا 10 بعد منا 25 بعدين. لان انا عم راقب مظاهرات هون وهي الناس، لانه مظاهرات ما لها معنى. يعني ليش طالع المظاهرات؟ لانه هي الناس مطلوبه. طول ما انا المنطقه في عندي ناس مطلوبه راح تحاول تعيث فساد، راح تحاول تحرض البقيه، لانه هي بدها ناس تدعمها لحتى تضل هي مختبه. نعم. طيب انا لحتى نفس عن الناس شو بساوي؟ هي الناس المطلوبه تعي لحل لك وضعك وخلصك. نعم. اذا حليت وضع هدول انتهت المشاكل عندي كلها. بيصفى مين فقط؟ رؤوس الفتنة. رؤوس الفتنة ما عندهم خيارات، بدهم يهربوا مثل ما صار هلا في دمشق القديمة. جماعة التنسيقيات عم بيبكوا، أنا واثق إنه عم بيسمعوني وعم بيبكوا، لأنه هني عارفين إنه رؤوس الفتنة إما أصبحوا الآن في السجون، في السجن موجودين، وإما فروا إلى مناطق بعيدة. صدقيني وأنا عم بحكيها وكل ثقة. نعم. إنه ما بيتجرأ واحد الآن في دمشق القديمة يتنفس تنفس ضد هالوطن. ما بيقدر يحرك ساكن ضد، وهن يجربوا. أنا واحد من الناس، أنا أتحداهم لأني بعرف شو هي دمشق. لما واحد بيعمل لك تفجير لا تفكري هذا يعني أبضاي وزقرت ورجال. أنا عم بحكي إنه يفكروا يعملوا أي عمل مسلح داخل دمشق، هذا حلم إبليس في الجنة. فشل. هنا دمشق لم تولد عبثا. وأنا لما ما عرضت شيء عن دمشق لأنه كنا عم نشتغل داخل دمشق. لكن اليوم أنا بعتبر هنا دمشق هو انتصار دمشق، وانتصار دمشق يعني انتصار سوريا. إن شاء الله نحتفل ببقية المحافظات بإذنه تعالى. أيضا المادة الفيلمية الأخيرة تأتي فتنة على البيوت. هي باب الحارة اللي يشوفوه على أرض الواقع. هي هي أهل الشام، وهيك عايشين أهل الشام، وهيك تربوا أهل الشام. ولا هنن ولا أسيادهم اللي عم يغزوهم من برا، ولا هذا الفكر التكفيري اللي عامل حاله انه بعنوان الديني بيدخل، مع انه اي دين. واحدهم بتلاقيه بتعرفي شو العنوين اللي حملوها، تلاقي واحد عم بيصلي، مرقت قال وحده هيك حلوه من جنب واحد عم بيصلي، طلعت فيه هيك آتي سبحان الذي خلق، شو هالرجل المؤمن، التفت على لو صايم كمان. يعني هي الناس، هي الناس الدين بالنسبه إلها حوريه، شلون بيروح بيفجر حاله وبيروح. وهون مسكر قطر بعتت لهم شو بيسموها هي دروعة. نعم. مشان يعني على أساس قال يحموا أنفسهم. نعم. سترة. أنا عم أرجيكي ذكائهم بس. نعم. إجا هذا الشيخ لبسها جهز حاله وضبطها وسكرها، نادوا تعال يا ولد. قال شو؟ قال له قوس علي. شو قوس عليك يا شيخنا؟ ما يجوز والله ما يصير. قال له يا الا تقوس علي. قال له والله يا شيخ انت كبير ما يجوز اقوس عليك. قال له والله ايه تقوس علي ولا انا قلت لك. قال له خلاص حط المسدس براسه وقوصه. وهو شو عم يجرب له بدله ضد الرصاص. يعني ناس ما عندهم، وهي حالات بتصير ترى كثير عندهم لانه ناس مخهم جامد. الملف اللي عم نتفرج عليه هو لما دخلنا بيوت. سأذكر هنا للأمانة يعني شيء نحن لم ننسق مع أحد، نحن خرجنا يعني نتمشى يعني في الحارات يعني في حارات منيح اللي كنتي معي لحتى ما تقولي لي بلكت واحد سأل هيك. هلا بدي أسألوك يسألوك يعني نحن نسأل أسئلة الجميع، يعني كل مواطن سوري يحق له أن يسأل، ويعني من حقه علينا أن نجيبه بكل صدق ومصداقية وبكل شفافية. للأمانة خرجنا نتمشى في حارات دمشق القديمة، في باب توما، في القيمرية، كما كنا في الشاغور، ولم نكن ننوي الذهاب إلى أي بيت، ولم ننسق أي موعد مع أي أحد. قبل الملف طبعا أنا ذكرت المرة الماضية حطيت أرقام للناس اللي بتحب تسلم حالها. نعم. إنه إحنا نساعد إحنا وياهم. نعم. وأنا مثل ما ذكرت ومثل ما وعدت، وإن شاء الله وعد الحر دين. دين. إنه الناس اللي عم بتسلم حالها نحن عم نتعاون معها بحيث إنه يعني تنهي وضعها بكل طريقة هادية. وللأسف تفاجأت إنه في ناس عم تتصل، يعني في أولادها، يعني أغلب اللي ناس اللي ما التحقت بدوامها بالعسكرية هي عبارة عن فرار.
أكثر ما هي العناوين اللي كانوا يقولوها انشقاقات وما انشقاقات والكلام والخزعبلات. في ناس مرضيت، في ناس خليني اسميها جبنت، في ناس كل واحد له قصة. في كتير ناس من هاي الناس نحن لازم نتعاون معهم. وانت حكيتي كلمة حلوة من شوي سألتي عنها، أنا بتمنى من الجهات الأمنية تفتح قلبها أكثر لهالناس، تحسن معاملتها، تعطيها الطمأنينة أكثر لحتى هاي الناس ترجع لحضن وطنها. أنا واثق في كتير ناس، يعني من الأرقام اللي عم تجيني، يعني من الاتصالات اللي عم تجيني، أعداد كبيرة مو أعداد بسيطة، كل ياتا ناس صدقيني نفسها ترجع تعبت ملت. نعم. فأنا رح أرجع أحط الأرقام مرة تانية تبع المسلحين. نعم. لمن يريد تسليم لمن نفسه. لمن يريد تسليم نفسه. وأنا من عيني هاي قبل هاي بأخذه بعيوني وبساعده، وشو بقدر ساوي ما بصر، بس يعني بتمنى أن يحطوا لهم ياهم لآخر يعني لا حتى الناس تقدر. إذن الأرقام الآن أصبحت على الشاشة عبر شريط لكل من يريد تسليم نفسه، إرسال رسالة إلى هذين الرقمين. نتابع مباشرة المادة الفيلمية ونعود بعدها للتعليق عليها أيضا. شفنا نحكي شوي عن الشام وأهل الشام وهيك نحن قاعدين ببيت شامي عتيق. هلا الشام أحلى منها ما فيه، مهما الواحد راح وإجا وتغرب بس بيرجع لوطنه وأصله ما حيلاقي راحة وأمان. جد من قلبي عم أقولها، في راحة نفسية بأي وقت تطلعي فيه وتفوتي فيه. الأمان، هذا جو الأمان هو اللي بيخليك تطلعي وتفوتي. لساتك بتحسي بهذا الأمان؟ أي. وأنا قسما بالله العظيم عم إلا لرفيقتي، لا ما عندي استعداد ولا ثاني غادر البلد. من قلبي عم أقوله وعادي، ولا خفت ولا شيء. بقول هلا كنا عم بحكي إنه ياها على الطريق، عم إلا الإنسان مكتوب عليه لكل أجل كتاب، إذا الله كاتب علينا شيء بدنا نروح هون ما في مجال. طيب حسيتي تأثرت هاي الحالة على أهل الشام والحب والمحبة اللي كان بيناتهم، الوئام اللي كانوا عايشين؟ هي ايه ظهرت شوية الأنفس تبعهم، يعني في شغلات شو بدي قلك، يعني فرجتك طبيعة الناس على حقيقتها شوي. واللي بيحبوا بلدهم صبروا وضلوا، جد اللي بيحبوا بلدهم صبروا وضلوا بالبلد، يعني ما غادروها ولا بس. بس في أمور في ناس غادرت مجبرة غصبا عنها، بس بتحب البلد. وأنا متأكدة إنه هنيك قاعدين عم يتألموا ويبكوا على الجاية لهم. أنا متأكدة إنه أي والله بالبلد لا تفكري أبدا يصير لها شيء، لأنه هلأ أنت شايفة بالشام صار فيها أذى؟ ما فيها شيء. هلأ بتمشي بتلاقي الشوارع معباية، الشوارع مليانة بأي وقت أكل وشرب وكذا. أكبر دليل إنه الأرياف بس شوية تضرري، أكبر دليل إنه كميات من الشام، ها كميات من أرياف يا حرام عايشة هون بالشام هلا. أما وبإذن الله هلا صلى أسبوع بإذن واحد أحد، بإذن واحد أحد حترجع الشام مثل ما كانت وأحسن بإذن الله من هون لشهر بس إن شاء الله. بإذن الله من هون لشهر. بس شو اللي مخليكي متأكدة؟ أنا متأكدة من هون لشهر ستة ترجع الشام مثل ما هي إن شاء الله. الله يسمع مني وحياة الله ما أنزل عليكي. لشهر ستة لازم تكون البلد ما فيها شيء، وكل شيء طلع بهالشيء هذا اللي شايفتي والله لا يندم. يا رب الله يسمع منك يا رب. أنا عم حاكيكي مو لأنه والله لازم لا يندم، لأنه كل شيء أذى بلده بده يندم. هاي البلد خيرنا منها وأكلنا منها وربينا فيها ولدنا فيها، مهما الواحد طلع برات بلده ما فيه يتجرد. والله العظيم إذا بتطلع إلى أحلى الأماكن بالبلاد ما فيك تتحملي 10 أيام بتصيري عم تغلي غلي بس بدك ترجع. صح. روحك هون معلق بس جسمك نقلتي لبلد تاني. طبعا الناس اللي مستهدفين سوريا هلا بشكل عام، اول شغله يلي لسه عم يفكر او لسه بده يفوت هالمجال يتراجع، ويلي فات هالمجال بما انه هلا الحمد لله السيد الرئيس الله يخلي لنا يعطي على العفو
يروح يسلم سلاحه، ومية بالمية يضمن انه حيسلم سلاحه من هون يحمل حاله من تاني باب ويطلع، ما حيصير عليه شيء بهالعفو. هاي فرصة، هلا فرصة كبيرة. واللي اعلم انه لساته عم يدعموه بالادوية والحب ومخه رايح فائد اعلم، هذا خسارة له ولأهله، مو خسارة للبلد، لانه البلد ما له بحاجة هيك ناس. برأيك لسه بتحسي في امان بالشام ولا بتمشي بتخاف؟ لا والله هو في امان، بس الله ان شاء الله يرجع الامان مثل ما كان واحسن، هذا اللي بنتمناه. يعني شو بتقولي للناس يلي استهدفت سوريا، يلي رادت الشر؟ انه الله لا يسامحهم، يعني نزعوا علينا كتير وخربوا الشام كله، ان شاء الله بترجع مثل ما كانت. يا رب. قديش كان لهم دور اهل الشام بحمايتها؟ طبعا لهم دور كبير، واكثر شيء انه اكثر العالم تلاقيها يعني ما لا بتطلع ولا بتسافر، قلت لك قاعدين اللي الله كاتبه يا محلا. قلت لك اذا بيحطوكي بالجنه بترجعي بتقولي بدي ارجع لبلد تبعي؟ لا يمكن، تعلق قلبك فيها، يعني عواطفك مشاعرك خلقتيهم، شلون الواحد بده يغادر؟ يعني متعودين على الشام، وين نطلع نتشنطط قاعدين بامان هون وشغل الحمد لله. بلد كل ما لا احسن الله وكل ما لا افضل باذن واحد احد. وانا بتمنى من كل هالناس اللي برا يلي خايفين، والله العظيم البلد بامان كل ما لا احسن. انتوا اذا قاعدين هنيك رح تفكروا انه في شيء، بالعكس هلا البلد بكل ما لا احسن، وباذن الله ما حيجي علينا رمضان وهذا الشيء موجود ابدا. احلى ما في برمضان بتحسي المسحر وقت بيطلع على بيسحر الناس، والعالم تشعل هيك الاضاءه الاضويه هيك خفيفه، وبصير بتسحروا وطلعت صلاه الصبح هيك بيسلموا على بعضهم، بتحسي هالقلب، بتحسي الشيء يلي فعلا اي بلد بتروحي ما بتعيشي غيره بالشام. الإحساس هذا، واحد مثلا كان له أخ بزمناته مات أخوه، بس تأكدي كل الحارة أخواته. ليش؟ لأنه بتحسيهم كلهم على قلب واحد، بيطلع على بكرة. هلأ يمكن أخوه ما يشوفه كل جمعة مرة أو كل جمعة، أما جاره بيطلع على بكرة بيسلم عليه، بفوت المساء على البيت بيسلم عليه. ضعيف جارنا، ضعيف، مستحيل يكون مرتاح بالبيت إلا ما يروح لعنده يشق عليه. نحن عنا شيء، إذا بتطلعي لأي دولة على فكرة، حتى الدول العربية في منه ما بتلاقي موجود عنده، بس عنا هون نحن بالشام موجود. لو حبينا شوي نحكي عن الشام وأهل الشام وبشو بيتميزوا أهل الشام، شو ممكن تخبرنا؟ والله أهل الشام بيتميزوا بالكرم والأخلاق الحميدة ومضيافين، وبيحبوا الناس، يعني بيحبوا الناس وبيحبوا العالم وبيحبوا بعضهم، ما عندهم كراهية لبعضهم البعض، وبيحبوا يعني كل إنسان بيجي لعندهم بيحبوا، ونواياهم صافية وطيبة وما بيكنوا أي غيظ لأي إنسان.
اهلا وسهلا فيكم يا ضيوف عزيز، ويا وانتو الغوالي وانتو على قلوب عزيز، ويا اغلى من البن اغلى من طيور البيت، ويا اغلى من البن لو كان صاحبه معتز. كيفك خالد؟ الحمد لله نشكر الله، دعيتكم كتر خير الله، الله يخلي لي اياكم، رافعه راسي فيكم بتلفزيون العربي السوري. نحن هلأ بحي باب توما، وهو من الأحياء الدمشقية القديمة. حكي لي شوي عن هاي، صار لك زمان عايشة؟ والله هون بهاي الحي ها صار لي 50 سنة، أكثر من 50 60. شو بدك تحكي لي شوي عن هذا الحي والناس اللي فيه؟ والله الحي كله أواجم وكله نظيف وما في وغد وما في قلب قاسي، كلنا حنان على بعضنا، الجار بيقوم بجاره، من نساعد جيراننا، أنا عندي رغيفين بعطيه رغيف لجاري من شان يأكل هو أكل أنا، مو أكل أنا لحالي وأتركه هو جوعان. إيه شو بدك بقى؟ شو بشو بيتميزوا أهل الشام هون؟ صار لك 50 سنة عايشة بهذا بالكرم بالجود بالإجمية بالثقافة بكل شيء بيتميزوا أهل دمشق. خالي هلأ بهدول السنتين اللي مرقوا كانوا قاسيين على كل سوريا، حسيتي هيك في شيء راح من الشام من هذا الحي؟ إذا راح شيء يعني بيتعوض بشيء أحسن. الأمان اللي كان موجود. الأمان أمان الحمد لله، عايشين بأمان نحن هون الحمد لله، ما شفنا حدا دق بابنا جعزنا، نشكر الله حاميتنا سوريا حمية والله حامي سوريا والرئيس حمينا. قديش كان لهم دور أهل الشام بحماية الشام؟ لهم دور كبير كمان، كثير كافحوا من أهل الشام بالغرباء اللي إجونا الأغبياء اللي كلنا رديناهم لهنيك لمصرعهم، يعني ما قدروا يخترقوا هاي الحال، فشروا نحن رابطين هون. أنا ما بحياتي يعني وفي كتير عنا نحن جيران، يعني ما بعرف إنه إسلام، ما بعرف لهلا أبدا ولا هن يعني لهلا لحتى عرفت يعني إنه يجي جيراننا إسلام. طيب هاي الحالة بالذات رادوا إنه يستهدفوها، يعني في مين بيقول لك حسدوا الشام على هذا الموضوع، حسدوا سوريا كلها اللي بتتميز بهذا، وصلوا؟ لا ولا رح يوصلوا أبدا، لأنه نحن في عنا آية بالإنجيل بتقول اللي باني بيته على صخر شو ما بتمرق عواصف وأعاصير ووا بضل بيته ثابت، ونحن ثابتين جذورنا بالأرض. سوريا الله يعمرك، وإن شاء الله بتظلي شامخة على طول المدى على طول الأيام. Thank you.
إذن هنا دمشق مستمرون معكم في هذه السلسلة التي نتابعها مع الأستاذ رفيق لطف. طبعا أجرينا لقاءات أكثر من مما تابعنا الآن، يعني لقاءات كانت في الحارات القديمة ولم نستطع يعني استكمالها لكثرتها، يعني يعطيك العافية أستاذ رفيق، العمل شاق. يعطيك العافية، أنت اللي تعبتي، بس أنا بدي تعطيني أنت بقى رأيك عن هالجولة وشو انطباعك اللي فهمتي بعد هالجولة هاي. هذه دمشق، يعني حاولنا دخلنا هذه البيوت القديمة، يعني حاولنا الوقوف أمام بعض الأشياء التي تميز دمشق، يعني شجرة النارنج وجرن الكبة الذي اشتهرت فيه العائلات الدمشقية حين كانت تطبخ، يعني أيضا القطط الكسولات التي تحدث عنها الشاعر الدمشقي نزار قباني. كل ما يعني حينما تقول دمشق، كل ما ظهر في الصورة لمستي الأمان بواقعه على الأرض. لم أشعر يوما بأن الأمان ذهب من دمشق، للأمانة يعني للأمانة، على الرغم من يعني سحابة الصيف التي مرت على البلاد، يعني في دمشق لا يمكن إلا أن نشعر بألم بقية المحافظات. دائما أتوجه بتحية إجلال لأرواح الشهداء الأبرار وأعزي أهاليهم، وأسأل الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأسأله أيضا الشفاء العاجل لكل الجرحى. لا يمكن إلا أن نشعر بألمهم، ومصابهم مصابنا طبعا، لكن دمشق يعني والحمد لله، الحمد لله دائما وأبدا، لم أشعر يوما من الأيام بأنها يمكن أن تخترق أو يمسها ضر لا سمح الله. إن شاء الله بتضل دائما سالمة. من خلال ما تابعناه، يعني ما الرسائل التي يمكن أن تصل إلى المشاهد اليوم بعد هذا المادة التي تابعناها؟ والله أنا واثق أن الشارع هو يقرأ ويرى ما تم عرضه. نحن انت كنتي معنا وشفتي كل شيء على السجية، كان لا في شيء مرتب ولا ماشيين شو عم نلاقي وش نعم نحكي معهم. حتى لما دخلنا للشاغور، حتى السيد المحافظ لما اجى للشاغور ما كان في اي علم، هيك دخلنا عادي. يعني كان القرار انه نطلع وننزل وندخل للشاغور ونشوف الاهالي الشاغور على طبيعتهم وشو احتياجاتهم. فاكيد الرسالة واضحة انه دمشق ستبقى عصية على الظلام. من دخل دمشق فهو آمن، ولكن بشرطها وشروطها، وشرطها وشروطها أنه لا يكون ممن يريد أن يغدر بأهلها، لأن أهلها يعرفون كيف يدافعون عنها. صحيح ربما أنا قدمت كثير برامج، البعض يستغرب أنه هذه الحلقة تختلف عن كل الحلقات، لكن أنا بنظري هي الحلقة لا تقل أبدا عن باقي الحلقات. الرسائل اللي وصلت من هذه الحلقة أعتقد أنه العدو قبل الصديق فهمها. أنا رأيت تخبط في كتاباتهم وحالة كانت هستيرية من ردود أفعالهم، لكن وتهديدات كالعادة اللي طبعا ليس لها أي اعتبار أنا على صعيد الشخصي، وإن كنت سابقا بجوز في بداية الأزمة أو في منتصف الأزمة، ما بخفيك كنت أنا واحد من الناس كنت حريص أنه ما يصير علي شيء، ليس خوفا على نفسي، لا أنا ما راح أكون أفضل من غيري. كل الشهداء اللي قدموا أرواحهم بالعكس نحن بنعتز فيهم ونفتخر فيهم، ولكن كنت شاعر أنه في كتير أمور لازم توصل، وكنت خايف أنه ما توصل هاي الأمور. اليوم أنا بحمد ربي وصلنا إلى مستوى جدا رائع، وحققنا ما تكالب العالم كله لإثبات عكسه تماما، حققنا أمور رائعة جدا. فإذا كانوا هم يعتقدون بأنه هن ممكن يهددونا، ثقي بالله أنا واحد الآن أتمنى الشهادة إذا كتبت لي طبعا. أعتقد أني وصلت كثير من الرسائل، وسوريا عادت انتصرت ووصلت إلى ما كنا ننتظر أن تصل إليه، وإن شاء الله مثل ما تفضلت الأخت اللي كانت عم تحكي الأيام الجاية تبشر بالخير. نحن المهم أنه الآن قيادة هاي الدولة وبقيادتها السيد الرئيس بشار الأسد، اللي أنا واحد الناس بقول الله يأخذ من عمري ويمد بعمره، لأنه هو صمام الأمان، ومن بيعتقد كل إنسان بيعتقد عكس ذلك فهو لا يعرف شيء في السياسة ولا يعرف شيء فيما يخطط لسوريا. لذلك هم أرادوا ضرب
قلب المقاومة ورأس المقاومة اللي هو سيادة الرئيس الدكتور بشار أسد. نشكرك جزيل الشكر أستاذ رفيق على ما قدمته اليوم لنا بكل ما يتعلق بدمشق القديمة. طبعا مستمرون مع مشاهدينا الكرام في حلقات قادمة بإذن الله. طبعا نحن ندرك صعوبة هذا العمل وكم يتطلب الكثير من الوقت والجهد، ولكننا دائما بانتظار أن ترينا الأمور على حقيقتها. إن شاء الله نلتقي في مرات قادمة وقد تعافت المحافظات السورية جميعها من كل ما أصابها من ضر. طبعا دمشق نحن مستمرين فيها إن شاء الله، أكيد ما في وقت معين حتى لا أحد يضغط علي في موضوع الوقت وأقصد المشاهدين. نعم. دمشق رح نتحرك فيها على أكثر من صعيد، في أماكن فعلا تستحق أنه نحكي عن المؤامرة اللي صارت فيها. نعم. ولكن دمشق كانت ولا زالت وستبقى آمنة، ومن يحاول أو يفكر أن يعبث في دمشق فسيرى مفاجآت لعله رأى بعضها، ولكن هناك الكثير الكثير مما لم يره بعد. شكرا جزيلا، تحية لكل من يعني ساهم في إنجاز هذا العمل الذي تطلب الكثير من الوقت. أهلا ومرحبا بك الباحث والإعلامي الأستاذ رفيق لطف، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام تحية طيبة وإلى اللقاء. اللي احنا بلب مدينة دمشق. يا شام هون اهل الشام والقرداحة وحلب وحمص، وطن واحد وهوية واحدة. نحن اهل، نحن اهالينا في درعا، في حلب، في حمص، في دمشق، في كل مكان، في كل متر في سوريا. وين الشام تروح؟ تروح او يصير له شيء؟ والله في يعني مثل ما يقولوا مخربين من برا كذا، بيجوا بده يفوتوا للبلد لهون، ما قدروا يفوتوا لجوا. ولا حيحسن يوصلوا لهون عنا، ما حي اكيد. نحن عم نقول لك هون بلا متحابين، هون للبلد هي مستحيل يفوتوا، الشام الله حاميها. لانه نحن رضيانين مع بعضنا، اهل ومن هلا من زمان يعني. ولحنا ايد واحدة وان شاء الله ما يحفوزوا علينا، واللي بده يحاربنا بدنا نحاربه. نحن هون اللي جاي نحمي الحي، نحمي المواطنين، نحمي الأمالك الخاصة والعامة. وأهل الحارة اختارتنا، هي الشغل. أنت من اللجان؟ أنا من اللجان، أنا اسمي مروان عرابي. طيب أنت قدران تدافع؟ أنا لآخر نقطة بدمي.